السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا وأرحب بأستاذتنا الفاضلة الباشمهندسة منى، وهي دي مش المحاضرة الأولى، بالعكس كان في محاضرة رائعة وإن شاء الله دي برضو نتمنى لها التوفيق فيها إن شاء الله. باشمهندسة منى رزق هي مؤسسة الفاوندر أوف أو إم فور إدوكيشنال سوليوشن، أو إم الحلول التعليمية، وكو فاوندر أوف سمر سكول أوف سستينبل ديفلوبمنت، مؤسس مشارك في المدرسة الصيفية للتنمية المستدامة، ومحاضرة في التصميم البيئي الحسابي، وزميل الـ IBBSA، وعضو في برنامج القاهرة للتراث الافتراضي، ممبر اوف فيرتشوال هيرتاج كايرو بروجرام. وإن شاء الله النهاردة تبقى محاضرة في التصميم البيئي من خلال الحاسوب، محاضرة مستنينا بقالنا فترة وإن شاء الله محاضرة موفقة. اتفضلي يا ست الفاضلة، الله يكرمك. شكرا شوندس، اولا شكرا لكم على حضوركم في الجو الغريب ده، واتمنى ان شاء الله انها تكون محاضره مفيده، ولعل الظروف الجويه اللي احنا فيها دي تكون يعني ايه من ضمن الاسباب اللي احنا لازم نتكلم عن الموضوع ده النهارده بالذات، يعني فهو انا شايفه المناسبه قويه. يعني نبتدي، هو يعني ايه الاول تصميم بيئي حاسوبي؟ التصميم البيئي الحاسوبي ده اللي هو تصميم بيئي باستخدام برامج السيميليشن او بالبرامج اللي احنا بنستخدمها على الكمبيوتر، لان الاول ولغايه دلوقتي في بعض الجامعات بتقدم تصميم بيئي او التحكم البيئي باستخدام الحاجات المانيوال اللي هو جداول مهوني واللي هي الريتراكتور بتاع الشمس وحاجات زي كده. فدلوقتي الموضوع تطور، بقى عندنا برامج نقدر نستخدمها، فبقى في حاجه اسمها الكمبيوتيشنال انفايرمنتال ديزاين او التصميم البيئي الحاسوبي، وهنتعرف عليه واحده واحده كده مع بعض النهارده ان شاء الله. طيب احنا عايزين نروح فين دلوقتي؟ لو انا بلبس وخارجه يعني عشان هروح مثلا مشوار معين، طيب انا لازم الاول بحدد انا رايحه فين، فيعني عشان بعد كده احدد على اساس انا رايحه فين ده، هحدد وسيله المواصلات اللي هركبها، سعر المواصلات اللي هدفعها، وبناء عليه هشوف بقى يومي ماشي ازاي. فانا لازم اكون محدده ايه الوجهه بتاعتي انا رايحه فين. زي أليس في بلاد العجائب كده لما كانت تايهه في الغابه، فكانت قابلت القط اللطيف ده يعني بيقول لها انت رايحه فين؟ قالت له انا عايزه اطلع من الغابه بس مش عارفه انهي طريق امشي منه بالظبط. فقال لها على حسب المكان اللي فيه الجود ديل او الحاجه الكويسه اللي انت رايحاها دي او رايحه عشان تاخديها، انت عايزه تروحي تعملي ايه؟ فقالت له انا مش مهتمه، انا بس عايزه اطلع من الغابه فمش مهتمه انا هروح على فين. قال لها خلاص امشي من اي طريق فاكيد هو هيوصلك، لان هي ما عندهاش هدف معين، فاي طريق فعلا هتخش منه هيخرجها من غابه، بس مش هي مش هتبقى عارفه هي رايحه فين بالظبط عن طريق استخدامها للسكه دي. فمهم جدا ان احنا نحدد اهدافنا، ايه هدفي من اني اعمل تصميم بيئي؟ الهدف بتاعي ان انا اكون اول حاجه بوفر بيئه مريحه وصحيه للمستخدمين بتوع المبنى ده، دي اول حاجه واهم حاجه. تاني حاجة إن أنا أكون بعمل يعني مبنى أثره البيئي سلبي، يعني ما فيش أي انبعاثات بتنبع أو بتصدر عن استخدامي للمبنى ده أو عن طريق إنشاء المبنى نفسه أو الماتيريال المستخدمة جواه بتؤثر لي على مشكلة التغيرات المناخية، لأن إحنا عارفين دلوقتي إن مشكلة التغيرات المناخية مشكلة كبيرة جدا دلوقتي، فمهم جدا إن أنا أبقى واخداها في الاعتبار معايا في التصميم. زائد ان انا بستخدم المقاومات بتاعه المناخ بتاعي، سواء كانت يعني مميزات المناخ بستخدمها في المبنى بتاعي عشان استفيد منها بتحقيق اهدافي، والسلبيات بتاعه المناخ او الحاجات اللي انا بشوفها عيوب او مساوئ بشوف ازاي هبعد عنها عشان برضو احقق الاهداف بتاعتي من التصميم. يبقى في مساله المناخ في شقين، شق منهم ان انا ابقى متوافقه مع المناخ اللي هو اللي بيحصل بيتغير بشكل يومي بشكل اسبوعي بشكل شهري وعلى مستوى الفصول، وفي نفس الوقت اتوافق مع المناخ اللي بيتغير كل 10 سنين اللي هو التغير المناخي، لان انا مش ببني المبنى دلوقتي وعايزه اهده بكره، لا المبنى ده انا بعمل له تصميم بيئي بيوفر لي الراحه الحراريه دلوقتي وبكره وبعد 10 سنين وبعد 20 سنه وبعد 30 سنه وهكذا،
على مدار عمر المبنى يعني، وفي نفس الوقت الانبعاثات اللي طالعه منه كغازات تكون مش بتأثر لي تأثير سلبي على تأثير إيجابي سوري على المشكلة بتاعة التغيرات المناخية، لأن احنا عارفين إن المباني بتؤثر على ثلث الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، فأنا لو رعيت إن الانبعاثات دي تبقى قليلة أو أقل يعني قللتها أكتر حاجة ممكنة، يبقى أنا كده بساهم بنسبة 30% من حل مشكلة التغيرات المناخية، فدي برضو من ضمن الأهداف المهمة جدا. ثالث هدف الفلوس، ان انا دلوقتي اوفر الفلوس المستهلكه في او اللي انا هدفعها في استهلاك الطاقه على مدار عمر المبنى، ويبقى انا كده يعني رعيت الناحيه البيئيه والناحيه الصحيه والناحيه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعيه، لو انا بقى ايه بصمم مبنى مستدام ده برضو من ضمن العوامل اللي انا هبتدي اراعيها بس بشكل مختلف. طيب تلخيص الجزء اللي احنا قلناه الفترة اللي فاتت يعني الكام سلايد اللي فاتوا دول، ان انا بصمم للانسان وللبيئة، للانسان ان انا اوفر له بيئة تخليه او تخليه يقدر ان هو يحقق الوظيفة من المبنى بتاعي، يعني مثلا لو انا في مبنى سكني او مبنى تعليمي او مبنى اداري او مبنى تجاري او ترفيهي او ايا كان استخدام المبنى، الانسان يقدر ان هو من خلال التصميم بتاعي اللي انا بوفره له ده يقدر يعمل الوظيفة دي، ان انا مثلا مش بعمل له مبنى تعليمي وبخلي له الاضاءه وحشه جدا وبخليه درجه الحراره عاليه جدا فبقدر فبخلي الطالب يبقى متضايق جدا ومش قادر ان هو يستوعب اي كلمه من المدرس او اللي الدكتور بيقوله له، فانا كده فشلت معماريا، واني كتصميم بيئي ان انا اوفر الراحه او اخلي الانسان ده يعني المبنى بتاعي يقوم بوظيفته اللي هو المفروض يقوم بيها، يبقى انا كده لازم احقق معيار ان المبنى ده وظيفيا يقوم بدوره على الوجه الاكمل. تاني حاجه ان المبنى ده يكون مريح، بيزود كفاءه المستخدمين وما بيأثرش على صحتهم، لان انا ممكن ابقى عامله تهويه طبيعيه سيئه للغايه، فاخلي مع الوقت ومع استهلاك المبنى استهلاك اليوزرز للمبنى بتاعي يأثر على صحتهم بالسلب، يكون مثلا في أبخرة أو ملوثات معينة بتصدر ونتيجة إن التهوية الطبيعية سيئة جدا، فمع الوقت ومع استخدامهم للمبنى بتاعي بيأثر على جهازهم التنفسي، يبقى أنا كده فشلت تصميميا إن أنا أوفر الراحة أوفر إن المبنى يكون مبنى صحي، والراحة طبعا هتكون ما فيش راحة حرارية ما فيش راحة نفسية، وبالتالي أنا كده يعني أثرت على الإنتاجية بتاعت الناس اللي عايشة في المبنى ده أو الناس اللي بتستخدم المبنى ده على مدار عمر المبنى. ثالث حاجة إن أنا الهدف برضو المهم جدا إن أنا أخلي المبنى ده تأثيره سلبي على البيئة، من حيث بقى المواد، من حيث استهلاك الطاقة، من حيث كل العوامل اللي أنا هراعيها في التصميم زي ما هنشوف بعد كده، إن أنا أخلي تأثير المبنى سلبي على البيئة يعني ما بيضرش البيئة. طيب عملية التصميم البيئي في العموم بتمشي إزاي؟ عملية التصميم العادية اللي احنا يعني ايه بنشوفها في كل مراحلنا التعليميه وبعد كده في الشغل، ان انا ببتدي اعمل ريسيرش الاول، بشوف المناخ في المدينه بتاعتي عامل ازاي، بشوف الوظيفه بتاعت المبنى، بشوف طريقه الوصول للموقع، بشوف كل المعايير التصميميه او المعايير المؤثره على التصميم بتاعي، وببتدي اجمعها في ريسيرش صغنن كده، وبعدين ابتدي اعمل اناليسز، جمعت مجموعه من المعلومات بعمل لها تحليل. موضوع التحليل ده بقى بشوف مثلا في اي مثلا مشكله مناخيه، طب ايه مميزات المناخ، طب ايه العوامل الكويسه في الموقع بتاعي، ايه العوامل اللي مش كويسه في الموقع بتاعي، طريقه الوصول للموقع بتاعتي سهله ولا لا، وبعدين ببتدي احلل كل المعلومات دي وابتدي احط فكره تصميميه واعمل برين ستورمنج مع زمايلي في الكليه، مع زمايلي في الشغل او التيم بتاعي او مع اساتذتي او مع اي حد انا المفروض بعمل معاه البرين ستورمنج او اشاركه افكار. بعد كده بنتفق كلنا على مجموعه من الافكار، ان اوبشن 1 و2 دول هم كانوا كويسين جدا، ببتدي اعمل تيست للافكار دي عن طريق ممكن ادخل على الاوتوكاد ابتدي احط فكره او على الماكس او على اي برنامج موديلنج، ببتدي احط فكره تصميميه، اشوف الفورم والنسب واشوف العلاقات بتاعتي هل انا حققتها، التوجيه كويس ولا لا، وبعدين بعد ما بخلص بشوف انهي اوبشن منهم كان كويس وبعتمده ان هو ده الاستراتيجيه بتاعت التصميم بتاعي، خلاص انا هعتمد التصميم ده وهو ده اللي هكمل عليه الشغل بتاعي. دي طريقه التصميم بتاعتنا العاديه جدا واللي احنا كلنا متعودين عليها.
طب بالنسبة لموضوع التصميم البيئي، هل بيختلف كتير؟ لا ما بيختلفش، غير بس في بعض المسميات البسيطة. إن أنا أول حاجة ببتدي أعملها طبعا موضوع ريسيرش، بس بعد ما كنت في الأول ممكن أنجلكت شوية موضوع المناخ والسايت والحاجات دي، فدلوقتي بتبقى لازم أولوية أولى إن أنا أدرس المناخ بتاعي وأشوف مميزاته عيوبه، إزاي هستفيد من المميزات وإزاي هحمي نفسي من العيوب بتاعي من العيوب اللي موجودة في المناخ عندي. تاني حاجة بجمع البيانات المناخية دي وأعمل لها أناليسز، وببتدي أشوف إيه المميزات والعيوب وإيه اللي أنا هطلع منه. كل حاجة بعملها أو كل معلومة بجمعها بتديني فكرة بعد كده تخليني أعملها معالجة معمارية بعد كده في التصميم. مثلا في مشكلة معينة في المناخ هتخليني أقلل مساحة الفتحات، فده قرار تصميمي، أخدت القرار التصميمي ده بناء على المعلومة المناخية اللي أنا جمعتها من مرحلة الريسيرش وعملت لها أناليسز علشان أشوف أنا هستفيد بيها إزاي في التصميم بتاعي. بعد كده بقوم مجمعة الأفكار وعاملة كونسبت جميلة كده صغيرة، وبعدين أقوم عاملة برين ستورمنج مع التيم بتاعي أو مع الأساتذة بتاعتي أو أيا كان مين المجموعة اللي أنا بصمم جواها. بعد كده باخد الأوبشنز بتاعتنا وأقوم عاملة تيست. التيست هنا بدل ما كنت بعمل بقى فورم وحاجة شكلها لطيف كده على أي برامج من برنامج من برامج الموديلنج، لا دلوقتي بخش أعمل تيست على برامج السيميليشن أو اللي هي انرجي موديلنج. بعمل انرجي موديلنج للكتلة بتاعتي وبعدين بشوف هل أنا حققت الهدف من التصميم بتاعي، هل قللت درجات الحرارة وفرت الراحة الحرارية، هل قللت استهلاك الطاقة، ايه اللي حصل بالظبط من استخدامي للشيدنج ديفايس دي، من استخدامي لمساحة الشباك دي، من استخدامي للماتيريال المعينة، ايه اللي حصل لما عملت التكامل ما بين الحاجات دي كلها. اكيد في حاجة حصلت جوه المبنى، طب هتستها ازاي؟ هعمل تيست عن طريق الايه الانرجي سيميليشن او الانرجي موديلنج. بعد كده خلاص انا اخدت يعني عملت التست بتاعي واخدت قرار تصميمي ان الاوبشن ده تمام وجميل، هعدل فيه بعض الحاجات البسيطه وهعتمد التصميم ده. يبقى انا كده عملت استراتيجيه التصميم بتاعتي واعتمدتها وخلاص، طلعت المنتج النهائي بتاعي، بوديه بقى للناس بتوع الرسومات التنفيذيه عشان يبتدوا يخشوا في مرحله تنفيذ المبنى. في بقى مرحله الحقيقه او الواقع او الاوكيوبيشن التشغيل، ان انا باخد خلاص المبنى بقى قائم، ببتدي اخد الاجهزه بتاعتي واروح اعمل قياساتي، وانا كده اللي انا عملته على برامج السيميليشن نجح في الحقيقه ولا انا محتاج ان انا الحق نفسي ببعض الحاجات اللي ما كانتش مظبوطه قوي، لان اكيد وارد ان يكون في نسبه خطا على حسب برامج السيميليشن اللي انا استخدمتها عندي. فهنا نسبه الخطا دي هل ممكن تعدي ولا ممكن الحق نفسي وانا قبل ما المبنى يحصل له تشغيل وابتدي ان انا اعمل مثلا اي معالجه او اي حاجه علشان اعالج المشكله اللي حصلت في السايت ده. فهنا دي المراحل بتاعه التصميم البيئي اللي هي الايرلي ستيج والبريدكتد والريال. طيب في بعض الحاجات برضو اللي احنا على مستوى التصميم البيئي بنعملها، بعض المعلومات او بعض المعايير اللي لازم اخد بالي منها او اللي انا بجمعها في مرحله الريسيرش واحنا شغالين، دي برضو في مرحله التصميم البيئي العادي، مش شرط يكون باستخدام برامج معين. اول حاجه لازم احددها اللي هي البرنامج الوظيفي بتاع المبنى. المبنى ده استخدامه تعليمي ولا مبنى اسمه صحي او مستشفى يعني، ولا مبنى اداري، ولا ايه نوع المبنى بالظبط اللي انا هستخدم فيه او الوظيفه بتاعت المبنى بتاعي. تاني حاجه السايت والكلايمت، انا ببني فين؟ هل انا ببني في اسكندريه ولا ببني في القاهره ولا ببني مثلا في اسوان؟ الثلاث مناخات مختلفين وكل مناخ منهم مختلف عن الثاني. كمان المايكرو كلايمت بتاعي، يعني مثلا انا ببني في القاهره في حي ايه؟ مثلا في التجمع ولا في وسط البلد ولا مثلا في اي مثلا منطقه تانيه؟ فكل سايت او مايكرو كلايمت احنا بنسميه اللي هو المايكرو كلايمت، في كل حي من الاحياء اكيد في اختلافات جوهريه، فبرضه لازم اخد بالي من النقطه دي ان لازم ادرس كويس البرنامج الوظيفي السايت بتاعي والمناخ بتاع السايت ده. في بقى معلومه بتتحدد على اساس المعلومتين الاولانيين دول. اول حاجه الاير فلو،
اللي هي سرعة الهواء بره المبنى، اللي هو أنا جمعتها من البيانات المناخية اللي أنا جمعتها من المدينة بتاعتي. سرعة الرياح قد إيه؟ الرياح دي جاية لي من أنهي اتجاه؟ طيب إيه مثلا لو عرفت درجة حرارة الرياح دي يبقى كويس. طيب الرياح بقى اللي أنا محتاجاها جوه المبنى، سرعة الهواء جوه المبنى، سرعة الهواء جوه المبنى دي أنا بتختلف طبعا من مبنى للتاني، وجوه المبنى نفسه من فراغ للتاني. بجيبها منين؟ بجيبها من الأكواد. الكود بيقول لي مثلا لو أنا بعمل فصل غير لما بعمل غرفة إدارية، سرعة الهواء جوه الفصل غير سرعة الهواء جوه الفراغ الإداري، سرعة الهواء جوه المبنى التعليمي غير سرعة الهواء جوه المبنى اللي هو مثلا مبنى مستشفى، سرعة الهواء جوه غرفة المريض غير سرعة الهواء اللي أنا محتاجاها جوه الويتنج إيريا أو اللي هي غرف بتاعة الأطباء وكده. فأنا لازم أكون محددة سرعة الهواء اللي أنا محتاجاها جوه كل فراغ من فراغات المبنى ريليتد للكود وريليتد للإيه الوظيفة بتاعة المبنى، زائد إن أنا التحليلات المناخية بتقول لي سرعة الهواء بره المبنى قد إيه. طيب أنا هنا ممكن آخد قرار تصميمي مهم جدا، لو سرعة الهواء بره المبنى 3 متر على الثانية وسرعة الهواء اللي أنا محتاجاها جوه الفراغ التصميمي بتاعي نص متر على الثانية، ففي فرق كبير جدا. أنا هحمي نفسي من سرعة الهواء العالية دي بره إزاي؟ طيب هكسر الهواء إزاي بحيث إن أنا أدخله جوه المبنى بالسرعة اللي أنا محتاجاها؟ فدي محتاجة بقى إن أنا أذاكر شوية حركة الهواء والقوانين بتاعة الناتشرال فنتليشن، وإزاي إن أنا أقلل سرعة الهواء اللي جاية لي من بره المبنى لجوه المبنى. فدي ليها قوانين ولازم تتذاكر علشان أقدر إن أنا أطلع ب معالجات او بمعايير احققها في التصميم بتاعي ريليتد للنقطه دي. تاني حاجه اللي هي الفيجوال كومفورت، الراحه البصريه. الراحه البصريه معتمده على حاجتين، اول حاجه اللون، وتاني حاجه الاضاءه. الاضاءه برضو لازم ارجع للاكواد، لازم اعرف من الوظيفه بتاعت المبنى مثلا لو فراغ تعليمي الطالب محتاج كام لوكس على الديسك بتاعه علشان يبقى كده مرتاح بصريا، او كام لقص على السبوره عشان يبقى مرتاح وشايف السبوره بشكل كويس. يعني كميه الاضاءه جوه الفراغ شكلها عامل ازاي ومتوزعه ازاي بحيث ان انا ابقى مرتاح بصريا جوه الفراغ اللي انا موجود فيه. زائد اللون، ما ينفعش مثلا ان انا استخدم لون مش مريح بصريا او مش مريح نفسيا، فلازم برضو اراعي اللون. كمان اللون مع الاضاءه يعني بيبقوا ايه في تكامل ما بينهم، ما ينفعش ان يكون جاي لي من بره من الشباك شده اضاءه عاليه جدا وبعدين اقوم عامله له لون ابيض جوه فاعمل ابهار او ازود من الاحساس بالاضاءه فاعمل ابهار للعين. وما ينفعش برضو ان انا يبقى الاضاءه بره جايه لي الاضاءه الطبيعيه منخفضه وانا اعمل لون قاتم فاقوم مقلله من احساس الاضاءه، لازم اعمل لون فاتح زي اللون الابيض عشان ازود من احساسي بالاضاءه جوه الفراغ في حاله ان كان في ضباب بره او نسبه الاضاءه اللي جايه لي من بره قليله. فانا كده لازم ادرس العلاقه ما بين اللون والاضاءه وكميه الاضاءه اللي انا محتاجاها جوه الفراغ وتوزيع الاضاءه بيتم ازاي بحيث ان انا احقق الراحه البصريه عندي. تالت حاجه لازم اراعيها الراحه الحراريه. انا محتاجه جوه الفراغ ده درجه حراره كام عشان ابقى مرتاح حراريا. ده بيكون ليه بعض العوامل، العوامل دي ليها علاقه بالمناخ وليها علاقه بالانسان. اللي هي ليها علاقه بالمناخ ان انا درجه الحراره بره قد ايه، وانا محتاجه جوه المبنى قد ايه ريليتد للانسان اللي جوه المبنى ده بيعمل ايه. لو انا دلوقتي في فراغ تعليمي فانا قاعد على الديسك مثلا بكتب او بشوف السبوره او قاعد مستمع، ممكن اكون فراغ تعليمي تاني قاعد بشتغل على الكمبيوتر ففي اجهزه كمبيوتر حواليا، عدد الناس اللي موجوده جوه الفراغ قد ايه، انا لابس ايه، برضو انا عمري قد ايه. الحاجات دي كلها بتاثر على احساسي بالراحه الحراريه. فانا الحاجات دي برضو بتبقى موجوده في الاكواد، انه المفروض حراره درجه حراره الفراغ تبقى من كام لكام في الصيف من كام لكام في الشتاء بحيث ان انا ابقى بلعب في الرينج ده، ما تقلش عن كذا وما تزيدش عن كذا. يبقى أنا كده وفرت الراحة الحرارية للأشخاص اللي موجودين عندي في الفراغ بتاعي. فدي حاجة مهمة جدا لازم أراعيها في التصميم. الراحة الصوتية برضو لازم أرجع للأكواد علشان أشوف نسبة الضوضاء قد إيه، ولو أنا عندي في السايد بتاعي حاجة بتعمل لي ضوضاء إزاي أبعد عنها وإزاي
عن طريق التصميم ان انا اراعي موضوع الصوتيات ده. الماتيريال والسيرفيسز مهم جدا ان انا وانا بعمل الحاجات الستبس اللي فاتت دي كلها وانا بحددها هتديني افكار عن نوع الماتيريال اللي انا هستخدمه، زائد ان انا لازم اراعي ان الماتيريال دي تكون صديقه للبيئه واستخدامي ليها غير مضر للبيئه وتكون سستينبل قد ما اقدر. فانا دلوقتي الماتيريال دي من ناحيه بقى التصميم البيئي مهمتها ايه؟ مهمتها انها تكون مقاومه للحراره، تعمل لي عزل حراري علشان ابقى مرتاح حراريا في الصيف، فتعمل لي تبريد مثلا او تساعدني في ان الحراره ما تتنقلش من بره المبنى لجوه المبنى بشكل سريع، وفي نفس الوقت تساعد على تدفئه الفراغ في الشتاء. يبقى انا كده الماتيريال مهم جدا ان انا اراعي نوع الماتيريال نفسها واشوف المقاومه الحراريه بتاعتها قد ايه، زائد سمك الماتيريال نفسها قد ايه. فدي حاجه اسمها الثيرمال ماس، فبرضو ممكن نذاكر شويه عن الكتله الحراريه وتاثيرها وازاي ان انا استخدمها عندي كمعالجه معماريه في التصميم البيئي. فبرضو مراعاه الماتيريال مهمه، وهتجيلي ان انا ايه الماتيريال المناسبه للتصميم بتاعي من ان انا راعيت الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي فاتت دي. السيرفس، هل السيرفس ده خشن ولا املس ناعم؟ فهنا برضو الخشونه والنعومه بتاثر لي على الهدف اللي انا عايزه احققه جوه المبنى بتاعي. لان مثلا لو الملمس المبنى بتاعي من بره خشن، فممكن يساعد لي في التظليل الغلاف على نفسه، وبالتالي يقلل من انتقال الحراري جوه المبنى. لو ناعم ممكن يساعد، ولونه مثلا فاتح فممكن ان هو يساعد في عكس الاشعاع الشمس الساقط على غلاف المبنى من بره. وبالتالي انا عن طريق استخدامي الذكي للماتيريال والسيرفيسز بيكون بيسهل عليا عمليه ايه؟ ان انا احقق الاهداف بتاعت التصميم البيئي بتاعتي. طيب بعد كده الانرجي سيستم، انا لو حققت يعني لو عرفت المعلومات دي كلها وبدات احققها في التصميم عندي، هقلل استهلاك الطاقه جوه المبنى عن طريق التصميم بتاعي، وبالتالي الجزء المتبقي من الطاقه اللي انا هستهلكها اقدر ان انا اعمله كفر عن طريق الايه؟ الطاقه البديله. وممكن مثلا ان انا استخدم الفوتوفولتيك او وين تيربنز على حسب المكان اللي انا بصمم فيه، وهل الاشعاع الشمسي يعني شديد فيسمح لي بان انا استخدم فوتوفولتيك، ولا الهواء شديد فينفع ان انا استخدم وين تيربنز. فعلى حسب ايه بقى الانرجي سيستم المناسب ليا بناء على المعلومات وبناء على الفكره التصميميه اللي انا بدات احطها من خلال الحاجات اللي انا ايه جمعتها في الفتره اللي فاتت. برضو الحاجات دي بتديني فكره عن التشغيل بتاع المبنى. طبعا دلوقتي عن طريق برامج السيميليشن بقدر ان انا يعني اعمل سيميليشن للمبنى على اساس ان هو شغال وجواه ناس، وبدخل له كل المعلومات اللي بيعمل لي السيميليشن على ايه الاساس ده، وبقدر اتست برضو الانرجي عامله ازاي واستهلاك الطاقه عامل ازاي، وهل انا حققت برضو المعيار بتاع تقليل استهلاك الطاقه ولا لا. برضو لو انا حققت الحاجات دي هيبقى عندي فكره عن الكونستراكشن كوست، انا بدات ان انا احط شويه حلول ومعالجات وسيستمز هستخدمها، طيب الكوست بتاعت انشاء المبنى ده ممكن يبقى قد ايه. فبيبقى برضو عندي من اول يعني من الايرلي ستيج او من المرحله الابتدائيه قوي وانا بصمم المبنى بيبقى عندي فكره كده عن الكوست تقريبا ممكن تبقى عامله ازاي، وده طبعا شيء ايجابي جدا في التصميم بتاعي. بنلاقي كل الحاجات اللي احنا قلناها دي جميله جدا، بس بتبتدي تظهر اجزاء منها او بعض المعلومات منها وتختفي في كل مرحله من مراحل المبنى. في الاول انا بيبقى عندي المرحله بتاعت الاناليسيس دي، بيبقى عندي الارض فاضيه، وببتدي ان انا احدد البرنامج بتاع المبنى، ببتدي اشوف المناخ بتاع الموقع بتاعي، ببتدي احدد سرعه الرياح بره المبنى والهواء وسرعه الهواء اللي انا محتاجاها جوه المبنى، ببتدي احدد الفيجوال كومفورت الحدود بتاعت الراحه البصريه وشده الاضاءه اللي انا محتاجاها جوه قد ايه، الثيرمال كومفورت برضو ايه الحدود بتاعت الراحه الحراريه اللي انا محتاجاها، المعلومات بتاعت الضوضاء. ببتدي احط كده فكره مبدئيه عن الماتيريال اللي انا هستخدمها وشكل السيرفيسز بتاعتي. بعدين ببتدي احط بقى كونسبت، فكره كده مبدئيه بسيطه ما فيهاش اي تفاصيل زي ما احنا شايفين على اليمين هنا. وبعدين بيبتدي يظهر لي شويه حاجات، انا بدات احط كتله فورم في حاجات يعني ليها ارتفاع معين، في حاجات اقل في الارتفاع شويه، شكل الكتله ما اعرفش عامل ازاي، توجيهها عامل ازاي،
فببتدي احط كتله حاجه فيزيكال بقت ايه قدامي، فبيبتدي يظهر لي معلومات زي الاوبريشن والانرجي، وبدا يظهر لي معلومه زي الكونستراكشن بوست تقريبا كده البوست هتبقى عامله ازاي. وبعدين ببتدي احط تفاصيل اكتر او معلومات اكتر على الكونسبت دي، فبيبقى عندي زي بروبوزل في الواجهه بقى بدات تترسم شويه، بدات احط مساحه الشباك قد ايه، بدات احدد بالظبط لو انا مثلا هعمل شيدنج ديفايس، بدات مثلا احط اي معلومات او اي حاجه اضافيه على التصميم. فبيبتدي كل المعلومات اللي انا اتكلمنا عنها في السلايد اللي فات بدات تظهر لي، وكمان الانرجي سيستم بدا يتحدد اكتر. طيب في مرحله البرودكت بقى خلاص انا اخدت موافقه على البروبوزل بتاعي وبدات اشتغل عليه عشان اعمله بقى رسومات تنفيذيه او اقدمه لو انا لسه طالب وكده. فبيبقى عندي في مرحله البرودكت دي كل المعلومات دي شغاله معايا. هو هنا في السلايد دي، السلايد دي من موقع اوتوديسك، شايل السايت والكلايمت، بس انا كمان شايفه ان السايت والكلايمت لغايه لما بسلم البرودكت النهائي لازم يكون شغال معايا، لان انا لغايه اخر نفس واخر حاجه في التصميم بتاعي ببقى بتست، يعني بعمل اختبار للاداء الحراري واداء الطاقه في المبنى طول الوقت لغايه لما بسلم الموضوع وانا محققه الهدف بتاعي. برضو كل مرحله من دول او كل معلومه من المعلومات الجميله دي ليها تول معينه بستخدمها علشان احصل على المعلومه او عشان تساعدني ان انا اديزاين ريليتد للمعلومه دي. وهنلاقي ان في تول دي كتيره جدا، هنلاقي مثلا ان كان في الايكوتكت، في ديزاين بيلدر، في برنامج الانرجي اسمه ايه ده الكونسلتنت، ثانيه واحده انا نسيت اسمه، في برنامج البسيري، وفي الديسم والريديانس، في الكونسلتنت ده انا مش فاكره اسمه كونسلتنت ايه بالظبط. فالمهم يعني انه في كذا برنامج ممكن استخدمهم في الريفت دلوقتي، برضو بيعمل انفايرمنتال اناليسيس او بيساعدني شويه في موضوع التصميم البيئي، في برامج كتير جدا. طيب انا لما اجي احدد التول اللي انا هستخدمها، هو انا لازم استخدم كل التولز دي؟ يعني عندي مثلا الديسم وريديانس بيعملوا تيست للاضاءه الداخليه والخارجيه او بيساعدوني ان انا اصمم الاضاءه، الايكوتكت كان بيساعدني في مثلا الانرجي وفي درجات الحراره، في مثلا الديزاين بيلدر جميل جدا للمباني الستاتكس، في الديفا كان حلو جدا في الاضاءه وبيعمل برضو انرجي سيميليشن. طيب انا كمصمم لازم ابقى بتشقلب، يعني هو لازم ان انا ابقى معايا عصايه سحريه كده وبشتغل بكل البرامج وعماله اتنطط من برنامج لبرنامج عشان احقق الهدف بتاعي ان انا اعمل مبنى مصمم بيئيا ويحقق لي التارجت بتاع الراحه الحراريه وتقليل استهلاك الطاقه؟ لا طبعا، انا في قدامي شويه معايير بحدد على اساسها ايه التول المناسبه بالنسبه لي انا كشخص وكمصمم وكمعماري وككل حاجه، يعني بحدد على اساسها ايه التول المناسبه بالنسبه لي. طبعا راحتنا النفسيه مهمه جدا في الموضوع ده. قبل ما نتكلم عن ايه مميزات التول لازم نفتكر مع بعض ان التول دي كلها او معظمها يعني بتشترك في بعض الايه الحاجات، ان بيكون في مجموعه من الانبوتس، الانبوتس دي ممكن تكون مثلا البيانات المناخيه، ممكن تكون الماسنج بتاعتي، الفورم بتاع الكتله بتاعتي، ممكن تكون السيستم بتاع المبنى عامل ازاي، المعالجات اللي انا استخدمتها وهكذا، ممكن تكون الجدول المبنى ده بيشتغل من الساعه كام للساعه كام. ففي انبوتس معينه بدخلها للسيستم بتاعي او للبرنامج بتاعي، وبعدين في كالكوليشنز بتحصل في النص عن طريق انجنز معينه، ممكن تكون بعض البرامج زي انرجي بلس مثلا اكيد كلنا عارفينه، وبعدين في اوتبوت انا بحصل عليها عن طريق التول اللي انا بستخدمها دي. الاوتبوت دي ممكن تكون بعض المعلومات اللي بتحدد لي الاداء الحراري للمبنى واداء الطاقه للمبنى، او ممكن اداء الاضاءه كمان. فدي الموضوع ده مشترك في معظم البرامج اللي احنا بنستخدمها ان ما كانش كلها يعني. طيب نرجع بقى تاني، على اي اساس انا هحدد التول المناسبه بالنسبه لي اللي انا استخدمها في التصميم البيئي؟ اول حاجه سهوله الاستخدام، يعني لازم يعني انا مش لازم اعذب نفسي، وده دايما النصيحه اللي انا بنصحها للناس اللي انا بتعامل معاهم، زمايلي او الطلاب اللي بيبقوا معانا في اي سيشن او اي ورك شوب، ان ما تصعبش الدنيا على نفسك.
شوف التول المريحة ليك واللي انت بتعرف تستخدمها واستخدمها. يعني انا برضو السيشن اللي فاتت كان باشمهندس عمر قال ان احنا عملنا سيشن قبل كده، كان في حد سألني انا في الإضاءة الاحسن ان استخدم برنامج زي الهوني بي ولا الاحسن ان انا استخدم الديفا، فانا بدون تردد قلت له الديفا احسن لانه منتشر اكتر وناس كتير بيستخدموه، فايه فانا برشح لك الديفا. بس انا كمونة بستخدم الهوني بي وبحب الهوني بي جدا، فهي انا بس برجع للشخص ده عايزه اقول له يعني انا بعتذر عن اللي انا قلته ساعتها، لان يعني كان المفروض اقول له الاسهل ليك والحاجه اللي هتطلع لك المعلومه اللي انت عايزها روح لها فورا، سواء كان ديفا او هاني بي او ايا كان البرنامج، فلازم يكون بالنسبه لي سهل الاستخدام وانا بعرف اتعامل معاه ومرتاح له نفسيا. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان يكون بيوفر لي وقتي، عشان وقتي ده مش ببلاش، ووقتي ده وصحتي مهمين جدا في الموضوع ده بالذات، يعني ان انا لازم يكون موفر الوقت، مش لازم اقعد طول النهار عشان اطلع نتيجه او اوتبوت معينه انا عايزه اطلعها من برنامج، مش لازم اقعد بالايام اطلع نتيجه سيميليشن. ف يعني نص ساعه كده، ساعه ساعتين في اللذيذ كده لو هنج معايا مش هبقى متضايقه، انما لو اقعد بالايام عشان احصل على نتيجه معينه فده طبعا الوقت ما بقاش ببلاش زي الاول، او هو عمره ما كانش ببلاش يعني، بس يعني وقتنا مهم جدا ان احنا نستخدم التول اللي بتوفر علينا وقت ومجهود. تاني حاجه الكوست اللي هو الفلوس، التول كل ما كانت ارخص كل ما كانت احسن، يا ريت بقى لو تبقى ببلاش، اللي هو يعني ايه انا كطالب او كباحث يهمني ان انا استخدم حاجه اوبن سورس، يعني حاجه تكون مش بفلوس او بفلوس قليله اقدر ان انا امانج الموضوع، بحيث ان انا برضو لو انا طالب والبرنامج ده مش متاح مجانا للطلاب هعمل ايه؟ فانما لو انا بشتغل ممكن يكون عندي دخل شويه اكفر بيه الايه الثمن بتاع البرنامج اللي انا بشتغل عليه. فبرضو مهم موضوع الكوست ده، وحتى لو انا بشتغل والكوست بتاع البرنامج ده عالي جدا وبرضو دي مش حاجه كويسه، فانا لازم اشوف حاجه تكون موفره اقتصاديا عشان ايه الظروف اليومين دول ما بقتش ايه مستاهله ان انا ادفع فلوس كتير في حاجه هتاخد برضو، يعني الفلوس اللي انا بدفعها دي هتاخد من الفلوس اللي جايه لي من الـ الشغل اللي انا بشتغله. يعني مثلا لو انا بشتغل وباخد اكس من الفلوس، فالفلوس بتاعت البرنامج دي هتاخد برضو من الاكس ده، فلازم الاكس اللي طالع ده يكون متناسب مع الاكس اللي داخل، ده اللي انا اقصده. يعني ثالث حاجه ان البرنامج ده بيعرف ياخد ويدي للبرامج الثانيه، يعني سهل ان انا اعمل امبورت من اي برنامج تاني وسهل ان انا اعمل اكسبورت لاي معلومه من البرنامج ده لاي برامج تانيه. فبرضه دي حاجه مهمه جدا. الحاجه بقى الرابعه ان الانبوتس بتاعتي تكون متوفره. معظم البرامج هتلاقيها نفس الانبوتس اللي احنا بنستخدمها واحده تقريبا، فلازم الانبوتس دي تكون متوفره وتكون لو هي بفلوس تكون فلوسها قليله، وفي نفس الوقت لو ببلاش يا ريت برضه. الاوتبوت بتاعتي الاوتبوتس لازم تكون مقروءه ولازم تكون سهله شكلها حلو، لان احنا كمصممين بنحب الحاجات اللي شكلها جميل، فلازم تكون كمان اعرف اقراها، يعني مش يا فرحتي ان الحاجه دي شكلها حلو وانا مش عارفه اقراها وبحطها كده بس تحصيل حاصل، لان معظم الطلبه بيجيبوا بقى البيانات المناخيه دي هاتت شورتس مش عارف ايه ونحطها يلا في المشروع عشان يتقال ان انا عملت تصميم بيئي او ان انا راعيت البيئه في التصميم او راعيت المناخ في التصميم. لا، هو الموضوع مش موضوع صور وخلاص، لازم يكون الحاجه دي مقروءه وانا عارف اعمل لها اناليسز، وفي نفس الوقت يكون فيجواليزيشن بتاعها شكله جميل. اخر حاجه ان يكون الدقه بتاعه المخرجات بتاعه البرنامج دي تكون دقيقه، ودي بقى هعرفها منين؟ هعرفها من هل البرنامج ده ماخوذ بيه في البحث العلمي، يعني الناس اشتغلوا بيه في البحث العلمي، حد عمل له فاليديشن قبل كده ولا لا؟ الفاليديشن ده يعني جاب نتائج من البرنامج وقاس نتائج على الطبيعه وقارنهم ببعض وجاب نسبه الخطا بتاع البرنامج ده. لو نفتكر الايكوتكت اخر اصدار ليه كان 2011، يقال ان هم وقفوا اصدار البرنامج لانه لما جم عملوا فاليديشن لقوا بعض الاخطاء في دقه المعلومات اللي طالعه من البرنامج وعليه وقفوا اصدار البرنامج. ومهم جدا ان انا اعرف مدى دقه البرنامج اللي احنا بنستخدمه عن طريق الابحاث اللي اتعملت على البرنامج ده، برجع للناس اللي عملوا فاليديشن وبرجع هل هو مأخوذ بيه في البحث العلمي ولا لا.
طيب زي ما قلنا ان الانبوت واحده في معظم البرامج اللي احنا بنستخدمها، ان الانبوت المهم جدا اللي هو الويذر فايل. الويذر فايل ده اللي هو عباره عن ملف بفتحه عن طريق برامج السيميليشن. الملف ده فيه كل البيانات المناخيه اللي بتمثل لي الايه الموقع بتاعي او السايت بتاعي. فالويذر فايل ده هلاقيه فين؟ هلاقيه على موقع انرجي بلس، بس للاسف موقع انرجي بلس مش بيوفر كل الويذر فايلز اللي موجوده، فممكن الاقيها على مواقع تانية بس بفلوس للاسف، فبضطر ان انا اشتري الويذر فايل لو ما لقيتوش على موقع انرجي بلس. ولما نيجي نتكلم شويه عن الليدي باج، هنلاقي ان الليدي باج تولز بدات توفر لي ويذر فايلز مش موجوده حتى على موقع الانرجي بلس، ودي من ضمن مميزات البرنامج زي ما هنشوف بعد كده. طيب هنخش بقى على الليدي باك تولز، وده يعني كانت مقدمه بسيطه لموضوع التصميم البيئي عموما والتصميم البيئي الحاسوبي خاصه. طيب انا دلوقتي لما هيجي استخدم سوفت وير او برنامج زي برنامج الراين والجراس هوبر مع الاد اون اللي اسمه ليدي باك، المفروض ان انا هبقى بشتغل ازاي؟ ايه المعلومات اللي انا المفروض اعرفها؟ وايه الدنيا هتبقى ماشيه معايا زي ايه؟ المميزات ايه؟ العيوب وهكذا. هنتكلم في النقطه دي دلوقتي. لو ما لخبطكوش، هي الليدي باك تول كذا تول، تمام؟ فهنتكلم عن جزئين منهم بس او عن اثنين تولز منهم بس، اللي هو الليدي باج والهاني بي. الليدي باج بيعمل اكتر سايت اناليسز وبعض الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي، فهنتكلم عن السايت اناليسز الاول. ايه الحاجات اللي احنا لازم نعرفها واحنا بنعمل سايت اناليسز باستخدام البرامج وخاصه الليدي باج تول او الليدي باج؟ اول حاجه الكلايمت داتا، درجه الحراره عامله ازاي، الرطوبه عامله ازاي، حركه الهواء بره اللي هو الرياح سرعتها واتجاهها، كميه الامطار، كميه الامطار بتاعتي قد ايه. كميه الامطار في الليدي باج مفيش حاجه في برنامج في الليدي باج يعني بتقيس لي كميه المطر او بتديني معلومه بتاعت كميه المطر، بس انا كمصمم لازم اراعيها وتبقى يعني معلومه موجوده عندي على جنب، بحيث ان انا هراعيها في التصميم برضو. لو انا عندي المطر بيبقى غزير في المنطقه اللي انا بصمم فيها، فلازم اعمل سيستم عشان اكولكت، اعمل بيه كولكشن لميه المطر دي، وبالتالي استفيد بيها في وقت ما يكون فيه جفاف، او اعمل لها اعاده تنقيه يعني واعاده تدوير علشان استخدمها في المبنى بعد كده. يعني مهم جدا ان انا استفيد بميه المطر دي وقت حدوثها، حتى لو كانت بتنزل لي في اوقات معينه بس من السنه. بس ما فيش برنامج بيعمل لي قياسات لميه المطر دي، او حتى لو في انا مش عارفه برنامج ايه بالظبط، بس هو كان الايكوتكت زمان يعني كانت المعلومه دي مش دقيقه فيه، والليدي باك تولز ما فيهوش اي حاجه ليها علاقه بكميه الامطار. الكلاود كفر اللي هي الغطاء بتاع السحب، كميه السحب قد ايه، لان كميه السحب في السماء بتاثر لي على شده الاضاءه وعلى شده الاشعاع الشمسي اللي جايه لي في الايه التوقيتات اللي بيبقى فيه سحب كتيره، او بيبقى مثلا ما فيش سحب كتيره فالاضاءه جايه لي كويس وفي شده اضاءه مختلفه عن لما يكون في الكلاود كفر عليه. السولار راديشن اللي هي الاشعاع الشمسي، كميه الاشعاع الشمسي اللي جايه لي قد ايه وامتى، شديده مثلا في اوقات ايه وقليله في اوقات ايه. السانشاين ديوريشن او عدد ساعات سطوع الشمس، المده اللي الشمس بتبقى موجوده فيها، لان ده كله بيأثر لي على قرارات تصميميه هاخدها بعد كده. من كل معلومه من دول بدخلها عندي، بعمل لها اناليسيس، بشوف ايه ايجابياتها ايه سلبياتها، وبعد كده بتصب عندي في المعالجات المعماريه اللي انا هعملها عندي في المبنى بتاعي. ده اول حاجه اللي هي المعلومات المناخيه او المعلومات الخاصه بالمناخ. تاني حاجة لازم أراعيها أو لازم أكون عارفها المواصفات بتاعت السايت نفسه، الطبوغرافيا. هل أنا بصمم مبنى على منحدر ولا أسفل تلة ولا على قمة جبل ولا إيه بالظبط؟ لأن ده هيأثر لي على وصول الرياح للمبنى بتاعي وعلى الإشعاع الشمسي الساقط على المبنى بتاعي. تاني حاجة البيئة العمرانية اللي أنا بصمم فيها، هل أنا بصمم جوه المدينة ولا سوري جوه المدينه ولا على اطراف المدينه ولا في منطقه ريفيه ولا في منطقه صحراويه، ولا انا بصمم فين بالظبط؟ يعني انا فين من الاربن سكيل بتاعي؟ البيئه العمرانيه بتاعتي ايه؟ المسافات البينيه ما بين المباني وبعضها،
يعني المبنى قدامي على بعد 3 متر، ولا المبنى اللي قدامي على بعد 5 متر، ولا على بعد 10 متر، المسافات البينيه قد ايه، زائد الغطاء النباتي. الغطاء النباتي انا عندي تشجير في المنطقه اللي انا بصمم فيها ولا لا، طب الاشجار دي عامله ازاي، هل هي اشجار كثيفه ولا كل مثلا كام متر بلاقي شجره مثلا، او بالصدفه بلاقي شجر. فانا برضو لازم اعرف المعلومات دي كلها لانها هتاثر لي على التصميم بعد كده، او لازم اراعيها في الموديل اللي انا بصمم عليه بعد كده باستخدام البرامج. طيب نخش بقى نتعرف على الليدي باج. ايه هو الليدي باج؟ الليدي باج هو عباره عن بلاجين بيشتغل مع الجراس هوبر، والجراس هوبر ده اصلا عباره عن بلاجين بيشتغل مع الراينو. فانا لازم اسطب الراينو الاول لان هو ده الهوست بتاع الجراس هوبر، والجراس هوبر ده الهوست بتاع الليدي باج. للاسف احنا قلنا انه كل ما كان الفلوس بتاعت البرنامج قليله او تكاد تكون منعدمه كل ما كان احسن، بس الراينو ده برنامج انا بدفع فلوس عشان استخدمه، فانا لازم اشتري الراينو الاول وبعدين او بنزله مثلا لو انا طالب او كده، اكيد في طريقه ان انا انزله كطالب او كباحث، وبعد كده بسطب الجراس هوبر وده اوبن سورس مجانا، والليدي باج اوبن سورس ومجانا برضه. فانا كل مشكلتي ان انا هدفع بس شويه في الراينو لو انا مش طالب او مش باحث. فدلوقتي عرفنا ان الليدي باج ده عباره عن ادون بيشتغل مع الجراس هوبر. طب بيعمل لي ايه؟ هو بيعمل لي مباني واعيه بيئيا، او بيساعدني ان انا اعمل السايت اناليسز الاولانيه، بدخل عليه الويذر فايل وبعدين دي الانترفيس بتاعته. بدخل عليه الويذر فايل فبيبتدي يطلع لي درجات الحراره بتاعه السايت بتاعي بتاع المدينه بتاعتي، الويندوز بتاعتها عامله ازاي، سرعه الهواء واتجاهاتها، شده الاشعاع الشمسي اللي جاي لي في المدينه دي قد ايه، مثلا بيجيب لي كميه الرطوبه، نسبه الرطوبه قد ايه، وبعض المعلومات او كل المعلومات اللي انا محتاجه اعرفها عن المناخ بتاع المدينه بدخل الويذر فايل، وبعدين عن طريق بعض البروسيس اللي موجوده جوه البلاجن ده ببتدي ان انا احصل على الايه المعلومات المناخيه بتاعتي. دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن يبقى عندي كونسبت بسيطه زي الجزء اللي في النص ده، بدأ احدد شكل الكتله بتاعتي هيبقى عامل ازاي. ده انا هعمل السقف بميول معين، وعايزه اشوف مثلا التوجيه بقى، يعني هوجه المبنى ده ازاي عشان اعمل اقلل الاشعاع الشمسي الساقط على المبنى بتاعي في الصيف وازود منه في الشتاء، يعني استفيد من الشمس مثلا ايه في الشتاء واحمي نفسي منها في الصيف. فابتدي احط الكتله وابتدي اغير في الزاويه بتاعت الكتله دي، يعني في زاويه الميول بتاعتها، او اعمل لها روتيت بمعنى اصح كل شويه. ممكن اعمل الموضوع ده مانيوال، ممكن اعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن عن طريق الراينو والجراس هوبر. فعن طريق ان انا بقعد الف المبنى ببتدي اشوف مع كل مره بلف فيها المبنى بشوف الاشعاع الشمسي الساقط على المبنى، والاشعاع الشمسي الساقط على المبنى ده من ضمن الاوتبوتس اللي انا ممكن احصل عليها عن طريق الليدي باج. فبكده وانا بلف المبنى ببتدي اخد قرار ان انا المبنى ده هيبقى موجود في السايت بتاعي على زاويه قد ايه علشان استفيد من الاشعاع الشمسي اللي موجود. ممكن اكون بلف المبنى عشان احمي نفسي مثلا من شده رياح، من رياح شديده او حاجه زي كده، ان انا عايزه مثلا احمي الواجهات بتاعه المبنى بتاعي منها، او ان انا مثلا عايزه اشوف التظليل في دراسه مثلا بتاعه التظليل اللي هي السان لايت اورز، ممكن اعملها عشان اشوف التظليل بتاع الوجه بتاع واجهات المبنى على نفسها، او تظليل المباني اللي حواليا على المبنى بتاعي. ممكن اشوف برضو اللي هي السان باث دايجرام، حركه الشمس مع الاربن سكيل عندي، يعني انا مش بس بعمل ده على سكيل المباني، لا انا بعمله بيبقى في عندي اربن سكيل وفي بعض الدراسات المتاحه على الاربن سكيل. كمان ليدي باج في انتجريشن ما بين الام دي مات، فممكن وانا بشتغل حاجه على الاربن سكيل ممكن اعمل انتجريشن ما بين الليدي باج والام دي مات بحيث ان انا احصل على النتائج اللي انا محتاجها. يبقى انا هنا استخدمت الليدي باج علشان اطلع الويذر الويذر داتا بتاعت السايت، وفي نفس الوقت بدرس حاجه اسمها المايكرو كلايمت ستادي اللي بيبقى عندي كتله، وببتدي اشوف الكتله دي ايه الحاجات اللي ممكن اعملها بحيث ان انا احمي من شده اشعاع شمسي، او احمي من شده رياح، او ان انا اجتذب الرياح الكويسه، او اجتذب الاشعاع الشمسي الكويس في اوقات معينه.
وطبعا متاح ان انا اعمل الدراسه بتاعتي على صيف او ربيع او خريف او شتاء، يعني المده الزمنيه بتاعتي. ممكن كمان اعمل حاجه اسمها الفيو اناليسز، لو انا عندي مبنى مهم مثلا او حديقه او البحر عايزه اشوفه لو انا في منطقه ساحليه وفي عندي بعض المعوقات البصريه. طيب انا عايزه اشوف البحر مثلا او عايزه اشوف الحديقه او المبنى المهم اللي على بعد معين، في حاجه اسمها الفيو ستادي ممكن ان انا استخدمها، بحيث ان انا اشوف، انا هشوف البحر من انهي زاويه، من زوايا السايت بتاعي او الارض اللي انا ببني عليها المبنى بتاعي. ففي بعض طبعا، يعني في طبعا حاجات كتير ممكن ادرس الاوت دور كومفورت، ممكن ادرس الكومفورت بكذا طريقه، البي ام بي، ممكن ادرس اللي هي اسمها الادابتيف كومفورت. فممكن اعرف معلومات كتير جدا من قبل حتى ما ابتدي في التصميم بتاعي، او من قبل حتى ما يبقى عندي فكره واضحه المعنى. طيب انا كمونة عملت ايه بالبرنامج ده؟ انا الحمد لله كان ليا حظ كبير ان انا شاركت كتيتشنج اسيستنت في انترناشونال سمر سكول اللي هي اسمها الجوريتم. السمر سكول دي بتتعمل كل سنه في ايطاليا، وهي بالمناسبه يعني فاتحين دلوقتي التقديم لو حابين تاخدوا نفس التجربه. السمر سكول دي كان هدفها ان هي تعلمنا موديلنج وتعلمنا انفايرمنتال اناليسز، وبعد كده بنخش في مرحله الفابريكيشن. فانا شاركت في سنه من السنين ان انا عملت انفايرمنتال اناليسز لسايت. السايت ده كان على ارتفاع 30 متر، وكان المفروض ان هو شايف روما وكل المعالم السياحيه بتاعتها او المعالم التاريخيه بتاعتها. فكان في كذا تحدي، تحدي ان المناخ عندهم الدنيا حر، في رطوبه عاليه، في رياح جايه لي من كل اتجاهات، في شده اشعاع شمسي، واحنا كان مطلوب مننا ان احنا نعمل شيرنج ديفايس في مكان معين تراثي او يعني اثري، مش عايزين ان احنا نضر المبنى ده او يعني نعمل حاجه بصريه تحجب رؤيه المباني العظيمه اللي موجوده دي. فكان في تيم، التيم ده كان فيه ديزاينرز جمال جدا، وكان في حد بيشتغل في الاناليسز، كنت انا من التيم بتاع الاناليسز، وفي ناس تانية كانت واخدة مثلا مسؤولية الفابريكيشن. فعايزة اقول لك كمان انه مش لازم تكون انت المين ديزاينر في الموضوع، لا انت ممكن تخش بس عشان تعمل الاناليسز، زي ما حصل معايا في السنة دي، ان انا كنت بس داخلة ان انا بشارك مثلا اسمي كو ديزاينر او انفايرمنتال اناليست، فكنت ببقى بديزاين معاهم، بس في حد تاني مسؤول عن الديزاين بيحط الافكار، وانا بقول له خد بالك انت محتاج تعمل هنا كذا، خد بالك عندنا مشكله كذا في المناخ، عندنا حراره مرتفعه، عندنا رطوبه مرتفعه، في هواء جاي لي من الاتجاه الفلاني، محتاجين نعمل له معالجه معينه عشان تراعيها في التصميم بتاعك. فهو ياخد مني المعلومات دي ويبتدي يحط التصميم بالفكر بتاعه، بس بياخد في الاعتبار المحاذير اللي انا قلتها له او الحاجات الكويسه اللي انا نصحته يستفيد منها. هنا بدانا نعمل السايت اناليسز وكل حاجه، وبدا التيم بتاع التصميم يحط الفكره التصميميه ان احنا نعمل الشيدنج ديفايس دي كيرفد عشان نحمي المكان اللي تحت الشيدنج ديفايس من الاشعاع الشمسي المباشر ويعمل تشتيت للاشعاع الشمسي. وبدانا ندرس علاقه الشيدنج ديفايس دي بحركه الشمس، ونشوف التظليل بتاعها على الاماكن المحيطه وتظليلها على نفسها يبقى عامل ازاي. وعليه بدانا ناخد قرار تصميمي تاني، انه خلاص اعتمدنا الشكل ده، والشكل ده كان كويس عشان ما بيحجبش الرؤيه، وكان ممكن من اي جزء من دول تشوف المعالم السياحيه اللي موجوده، وفي نفس الوقت كان المبنى نفسه السكين بتاعه بيفتح ويقفل على حسب حركه الشمس. يعني لو اخذنا بالنا هنا انه في جزء كان لونه احمر ده عليه اشعاع شمسي جديد، وفي جزء لونه ازرق عليه اشعاع شمسي قليل. طب انا عايزه كمان الناس اللي جوه دول يستفيدوا بالاضاءه الطبيعيه، طيب والشمس بتتحرك، انا هخلي الاشعاع الشمسي المكان اللي فيه اشعاع شمسي شديد يبقى مقفول، والمكان اللي عليه اشعاع شمسي قليل يتفتح. فانا كده دخلت اضاءه طبيعيه بس حميت من الاشعاع الشمسي المباشر اللي هو بيعلي لي درجه الحراره، وفي نفس الوقت ايه ما منعتش الاضاءه. يبقى انا كده عملت انتجريشن ما بين كذا معيار من معايير التصميم البيئي، الاضاءه والحراره وكمان معايير التصميم بقى اللي هي الرؤيه البصريه وهكذا. فبقى يعني ده المنتج النهائي اللي بعد كده اتعمل له فابريكيشن من خلال الورك شوب دي. طيب نخش بقى على الهاني بي. ايه هو الهاني بي؟
الهاني بي ده عبارة عن هو نفس البلوجين بتاع الليدي باك، بس يعني يمكن بنعوز بعض البرامج اللي انا لازم اسطبها وانا بشتغل بالهاني بي علشان يقرا لي يطلع لي يعني الاوتبوتس اللي انا محتاجاها. هو عبارة عن انترفيس عشان بس الناس تبقى الموضوع واضح بالنسبة لها. هو عبارة عن بلوجين بيشتغل مع الجراس هوبر والراينو زي ما احنا قلنا في الليدي باج، وهو اصلا والليدي باج عبارة عن بلوجين واحد، بس لما بينزلوا على الكمبيوتر بيبقوا منفصلين، بيبقى الليدي باج لوحده والهاني بي لوحده. الهاني بي بقى عبارة عن انترفيس لمجموعة من البرامج اللي هو الانرجي بلس والديتم والريديانس اللي بيشتغلوا لي للإضاءة، وحاجة اسمها الثرم. الثرم ده بيشتغل لي على سكيل الشباك واللي هي الحرارة اللي جاية لي عن طريق الشباك وهكذا، والأوبن ستوديو والإنرجي بلس. الأوبن ستوديو والإنرجي بلس بيدرسوا لي اللي هو أداء الطاقة والأداء الحراري جوه المبنى، وكمان لو أنا عندي اتش فيك سيستم، عندي نوع تكييف معين أو كده، فبدرس بدخله برضو بشوف السيستم ده هل متوافق، او يعني اعمل انتجريشن ما بينه وما بين المبنى بتاعي. فهنا الهاني بي ده عباره عن انترفيس لكل البرامج دي، عشان في ناس تيجي تقول لك الهاني بي مش فاليديت، والهاني بي مش يعني بتنصح انه لا هو مش حاجه كويسه نشتغل بيها. الهاني بي بيشتغل بنفس البرامج اللي كل الناس بتشتغل بيها او كل البرامج التانيه بتشتغل بيها. الانرجي بلس فاليديت، الاوبن ستوديو فاليديت، الديتا موريدينس فاليديت، وبيستخدموا منذ قديم الازل في الابحاث العلميه. بس هو الراجل بيجمع لنا، الديفلوبر الجميل ده بيجمع لنا، بدل ما انا اروح اشتغل على الديسم لوحده وعلى الريدينس لوحده واشتغل انرجي بلس لوحده واشتغل على الاوبن ستوديو لوحده، هو جمع لي كل البرامج دي في انترفيس واحده. فانا بتعامل يعني انا عشان اطلع الحاجات المعلومه بتاعت الطاقه لازم اكون مسطبه الانرجي بلس، فانا بشتغل انرجي بلس بس بطريقه غير مباشره. فهو بس دي الفكره بتاعت الهاني بي، لازم نكون حاطينها في اعتبارنا. ايه اللي انا بطلعه بقى عن طريق الهاني بي؟ بدرس الاضاءه، يعني ممكن اضاءه طبيعيه او صناعيه. فممكن مثلا يكون عندي زي الدراسه اللي على جنبي دي، ده عباره عن كورت فناء داخلي، وبدأ يشوف انا لو فتحت فتحات على الفناء الداخلي ده هتدخل لي كميه اضاءه قد ايه، وتوزيعها جوه الفراغات هيبقى عامل ازاي. فبدأ ان هو يجرب بعدد فتحات قليل، او المسافات ما بين الفتحه والفتحه يعني قليله او كبيره، بدأ ان هو يغير في المتغيرات الخاصه بالفتحه والمسافات البينيه بتاعتها لغايه لما طلع له الحل الامثل. ممكن ده يعمله مانيوال، وممكن يعمله عن طريق الاوبتمايزيشن بتاعت الجراس. في هنا برضو دي دراسة للإضاءة الصناعية وهكذا. ممكن كمان إن أنا يبقى عندي كتلة عبارة عن بوكس عادي جدا، وأنا لسه ما حطيتش أي فكرة تصميمية ولا أي كونسبت ولا أي حاجة في الدنيا. أنا عندي تاور بس عايزة أعمل مثلا تاور ارتفاعه 30 متر مثلا، ومفيش أي فكرة في دماغي أنا عايزة أعمل إيه جوه التاور ده. تعالى بقى نخش نشتغل على الهاني بي. بس أنا بدأت عن طريق الليدي باج، عرفت شوية معلومات حطيتها في الاعتبار، وبدأت أوجه مثلا المبنى بشكل كويس يعني يفيدني بعد كده في التصميم. بدأت أفكر إيه الماتيريال اللي أنا هستخدمها، ده كله من وأنا شغالة في الأول زي ما قلنا الخطوات اللي فاتت، وبدأت أحدد شوية محددات. بس لسه أنا مش عارف هعمل إيه في الواجهات بتاعتي، إيه التفاصيل بتاعت الواجهات يعني، أو إيه السيستمز اللي أنا هعملها في الواجهة، نسبة الفتحات قد ايه. لسه ما اخدتش قرارات في الموضوع ده، بس اخدت قرار في الماتيريال، اخدت قرار في ارتفاع المبنى، اخدت قرار في الشيب الخارجي بتاع المبنى، اخدت قرار في التوجيه. ببتدي ادخل ده على الهوني بي. ممكن اقسمه ادوار، يعني مش مضطر ان انا ارسم كل دور لوحده، لا انا ممكن اقسمه في ادوار. ممكن احط نسبة معينة للواجهة للفتحات، فاقول له مثلا انا هعمل فتحات نسبتها 50% من المساحة بتاعت الواجهة. 50% انا حددتها على اي اساس؟ ممكن ارجع للكود، فالكود يقول لي ان انت في المدينه الفلانيه، زي الكود المصري لاداء الطاقه في المباني في الموضوع ده، ان هو بيقول لك لو انت في مدينه اسكندريه فالواجهه الشماليه المفروض تعملها كذا في الميه من مساحه الشبابيك، يعني كذا في الميه من مساحه الواجهه. لو انت في اسوان والواجهه الجنوبيه المفروض تعمل الشبابيك كذا في الميه من مساحه الواجهه، وهكذا. فانا برجع للكود بحدد كذا في الميه دي، ولو رأيته من الأول هيريحني جدا
في الاوتبوتس اللي انا هحصل عليها. ببتدي ادخل بقى المدخلات، بدخل الماتيريال وبدخل نسب الفتحات، وطبعا انا مدخله الكتله بتاعتي ومعرفاها على هوني بي، فببتدي اعمل ران للسيميوليشن، وبعد كده السيميوليشن ده بيطلع لي بعض الاوتبوتس اللي انا بعد كده باخد على اساسها قرارات، يا اما خلاص كده انا حققت الراحه الحراريه وقللت استهلاك الطاقه ولا لا، وبعدين لو تمام فهخش في الخطوه اللي بعد كده، لو لا فهبتدي ان انا ارجع تاني بالراجع اعدل في المدخلات بتاعتي علشان اعد يعني المخرجات بتاعتي تبقى في الاتجاه اللي انا عايزاه او تطلع لي بالمعايير اللي انا عايزه احققها، وبالتالي بفضل كده راحه جايه ما بين الانبوتس والاوتبوتس لغايه لما احقق الاهداف بتاعتي في التصميم. ده برضو مثال، بس هو للاسف مثال على الاضاءه مع الشيدنج ديفايس. يعني انا دلوقتي لو انا عايزه اعمل شيدنج ديفايس عشان احمي المبنى من الاشعاع الشمسي المباشر، وفي نفس الوقت عايزه احقق كميه اضاءه معينه جوه المبنى، فهعمل ايه؟ المهم ان انا دلوقتي الاكزامبل ده بدا ان هو يشوف انا عندي مثلا 3 وحدات تظليل والمسافات البينيه بينهم معينه، لا انا هكترهم شويه واقلل المسافات البينيه، وفي كل مره بدا ياخد القراءه بتاعه التوزيع بتاع الاضاءه، وفي نفس الوقت يعني المفروض ان هو لو عايز يعرف كمان درجه الحراره جوه المبنى قد ايه، المفروض ان هو بيبقى متاح يعرف له يعرف المعلومه دي. انا بس عايزه اقول نقطه انه الدراسه بتاعه الاضاءه مختلفه شويه عن الدراسه بتاعه الانرجي سيميليشن. يعني لو انا هدفي ان انا ادرس الاضاءه دي بتبقى سكه على الهاني بي، ولو انا هدفي ان انا اشوف الانرجي والاداء الحراري دي بتبقى سكه تانية. فلو انا عايزه اعمل انتجريشن ما بينهم دي سكه ثالثه، فهي بتيجي مع الممارسه بس. فهنا في الاكزامبل ده فضل ان هو يحط عدد من وحدات التظليل ويتست نسبه الاضاءه وتوزيعها جوه الفراغ لغايه لما حقق البرفورمانس بتاع الاضاءه بتاعه 86.1% من الفراغ واصل له اضاءه طبيعيه، لما استخدم 8 وحدات تظليل كل وحده منهم عمقها 99 سنتي او 0.9 متر. المهم فايه، فالموضوع ده ممكن يعني يفيدنا قد ايه في التصميم بعد كده. يعني انا لما اعمل تنبؤ لما المبنى ده يتحط فيه عدد الشيدنج ديفايس ده يخش لي كميه اضاءه قد ايه وتوزيعها جوه الفراغ قد ايه، ده كويس جدا. ولما يكون كمان نفس المبنى ده قادر في نفس الفايل اعمل له تيست او اختبار للاداء الحراري واداء الطاقه جوه الفراغات بتاعتي، فده برضو حاجة كويسة جدا. فالاتنين مع بعض يعني في فايل واحد دي حاجة يعني ممكن تكون مش صعبة بس مش موجودة في تولز كتير، ان انا وانا جوه نفس الفايل بشتغل كذا حاجة. طيب برضو نرجع تاني عشان ما نبقاش بنتكلم عن اكزامبلز متشيعة وخلاص، انا كمان عملت ايه بالهوني بي؟ انا معايا ماجستير في التصميم والتخطيط البيئي من جامعه القاهره، وكانت البوينت بتاع الرساله عن ازاي اصمم مباني تتكيف مع التغيرات المناخيه. فكان المبنى عندي في واجهه متحركه بتتحرك بطريقه معينه علشان تدخل لي كميه هواء معينه وتحميلي من الاشعاع الشمسي المباشر، وفي نفس الوقت حركه الهواء دي كانت المفروض ان هي تغير لي من درجات الحراره جوه المبنى. فانا كان هدفي اشوف معدل التهويه جوه المبنى قد ايه، درجه الحراره بتاعت الفراغات الداخليه جوه المبنى، وفي نفس الوقت اشوف الحركه بتاعت الواجهه دي تبقى قد ايه، كل يعني كم مره كل ساعه، كم مره هفتح واقفل الواجهه دي كل ساعه. فكان عندي شويه معايير كده لازم احققها مع بعض. فعن طريق الهوني بي قدرت ان انا عن طريق الانرجي سيميليشن ان انا اطلع المعلومه بتاعت معدل التهويه اللي هي كميه الهواء جوه الفراغات على المتر المربع زائد درجه حرارتها قد ايه، وممكن كمان اعرف الطاقه المستهلكه في التبريد، الطاقه المستهلكه في التدفئه، الطاقه المستهلكه في الاضاءه، الطاقه المستهلكه في الاضاءه، الطاقه المستهلكه
في نتيجة تشغيل المبنى، لأن طبعا أنا بدخل مدخلات معينة، بقول له مثلا إن الفراغ ده فراغ تعليمي ومساحته مثلا متر في متر، فهو أوتوماتيك بيحط كده معايير معينة إن المتر في متر ده وفراغ تعليمي المفروض يبقى فيهم إكس معين أو إكس من الناس موجود جوه الفراغ ده، الإكس من الناس دول أنا بدخله معلومة من المعلومات هما بيعملوا إيه، يعني مثلا قاعدين بيكتبوا ولا بيجروا ولا بيعملوا ايه بالظبط، فبرضه دي من ضمن المعلومات اللي انا بدخلها له. المبنى ده شغال من الساعه كام للساعه كام، بدخل له المعلومه دي، بدخل له الماتيريال بتاع الغلاف بتاع المبنى، بدخل له طبعا مساحه الشباك قد ايه، بدخل له كل المعلومات اللي هي بتبقى هتاثر لي في التصميم بعد كده، وبناء عليه انا باخد المعلومات او الاوتبوتس بتاعتي ريليتد للانبوتس اللي انا دخلتها. فممكن ان انا اعرف، ممكن ان انا اعرف المعلومات دي عن طريق ان انا بدخله سوري بس على الدوشه دي، بعرف الاوتبوتس اللي انا او بحدد الاوتبوتس عن طريق الانبوتس اللي انا دخلتها. يبقى انا كده لازم اهتم جدا او اعرف السكه اللي زي ما قلنا في الاول اللي انا رايحه لها، ايه الاوتبوتس اللي انا محتاجاها عشان اعرف ايه الانبوتس اللي انا هحتاجها. والبروسيس اللي بتحصل في النص دي، يا سلام بقى لو انا مذاكره تحكم بيئي كويس وعارفه الحاجات دي بتتم ريليتد لايه، لان الهاني بي مش بيخترع من دماغه حاجات، لا كل بروسيس بنشتغلها على الليدي باج والهاني بي بتكون ريليتد لبعض النظريات وبعض القوانين البيئيه اللي الناس قدام جدا عملوها. ففي ريفرنس قوي جدا ورا الموضوع، وهو مش مجرد برنامج بقول له اعمل لي كذا فبيعملها لي. في حاجه برضو لسه حد سالني عليها من قريب حابه بس اوضحها برضو بالمناسبه. في ناس فاكره انه الليدي باج ده عباره عن ايه، ان انا بدخله معلومه فهيطلع لي يقول لي منى انت المفروض تعملي 1 2 3 في المبنى بتاعك. لا، هو انا اللي بقول، انا اللي بفكر، انا بستخدمه كعامل مساعد عشان يقول لي مثلا اللي انا عملته ده هل هو كان مفيد، هل هو كان افكتيف، هل هو كان بيحقق لي الاهداف بتاعتي اللي انا محددها من الاول ولا لا. فانا دلوقتي قلت ان انا هصمم في مدينتي، كنا بنقول انه كان في ناس فاكره انه هو البرنامج انا دخله بعض المعلومات وبعدين هو هيقوم ايه مطلع لي حاجات كده من عنده ويقول لي اعملي كذا واعملي كذا، او هيعمل لي بدائل تصميميه معينه ويقول لي ايه اختاري منهم بديل. لا، هو الموضوع مش كده. سوري، معلش كده. تمام. دكتور تمام. طيب، هو الموضوع مش بيبقى ان هو بيطلع لي بدائل معينه وانا بختار منها، لا، البدائل دي انا اللي بعملها بنفسي، وبعدين يعني ايه ببتدي ان انا اشوف بقى البديل اللي انا اخترته ده يعني محقق لي التارجت بتاعي، محقق لي الاهداف التصميميه اللي انا عاملاها ولا لا، وبعدين لو لقيته مش محقق برجع بالراجع اعدل حاجات معينه، وبعدين ارجع تاني اعدلها، وبعدين ارجع اشوف تاني النتيجه بتاعت السيميليشن من بره، وهكذا بفضل كده رايحه جايه زي ما قلنا قبل كده لغايه لما بحقق الاهداف. يعني هو الموضوع مش هيطلع لي بدايل وانا اختار منها، بس ممكن اعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن، والاوبتمايزيشن ده بيطلع لي احسن 3 حلول. احسن 3 حلول لما مثلا اعمل كونكشن ما بين ال اسمها ايه، زي مثلا انا عايزه احقق درجه حراره ما بين 18 و25 اللي هو المحيط الراحه الحراريه مع نسبه الفتحه اللي موجوده على الواجهه الجنوبيه. انا عايزه اشوف نسبه فتحه على الواجهه الجنوبيه في فراغ معين قد ايه، بحيث تحقق لي الراحه الحراريه اللي هي حراره الفراغ الداخلي تبقى مثلا من 18 ل 20 لما تكون الرطوبه النسبيه 50% مثلا. انا بعمل بقى كونكشن ما بين الثلاث معلومات دول عن طريق الاوبتمايزيشن، وبعدين ببتدي اشوف بقى ايه يقعد هو بيعمل لي كالكوليشنز كده معينه او بروسيس معينه بيعملها مع نفسه، وبعدين يطلع لي النتيجه في الاخر اكتر 3 حلول كويسه. اكتر 3 حلول كويسه دول بناء على ايه؟ بيطلع لي لما كانت نسبه الشباك 50% كانت درجه الحراره مثلا 25، لما كانت نسبه الشباك 40% او 30% كانت درجه الحراره اقل من 25 سي مثلا 23،
لما كانت نسبة الشباك مثلا 10%، كانت درجة الحرارة مثلا زي مثلا 20، فأنا كده أكتر 3 حلول كانوا كويسين بيطلعهم لي في الأول. بس دي حاجة اسمها اوبتمايزيشن بستخدم فيها الجراس هوبر مع الليدي بج او الهوني بي، فبكده ممكن يطلع لي احسن 3 حلول، بس مش هيطلع لي بدايل، مش هيعمل لي حاجه بنفسه يعني. هي دي الفكره. السلايد اللي بعد كده دي المنتج النهائي بتاع الماجستير بتاعي. الواجهه استاذنك يا باشمهندس ماشي تعمل، لا الفيديو هو اللي فاتت دي فيديو. في الاخر بدات يعني المعلومات تتضح بالنسبه لي، ان الواجهه دي عن طريق برضو بعض المعادلات اللي انا احتجت ان انا استخدمها بره البرنامج عشان اشوف، لان ساعتها صراحه ما كنتش بعرف اعمل اوبتمايزيشن. كان المفروض ان انا اعمل اوبتمايزيشن علشان اشوف لما كانت الفتحه مفتوحه كام في الميه بتدخل لي كميه حراره قد ايه وكميه هواء قد ايه، وعليه اشوف انا هحرك الواجهه دي بمعدل قد ايه. فانا ساعتها كانت خبرتي في الموضوع مش كبيره، فاضطريت ان انا استخدم بعض المعادلات عشان اجيب كم مره الواجهه هتفتح في الساعه الواحده. السلايد اللي بعد كده برضو، عشان الموضوع مش موضوع ان انا بعمل بيه حاجات بحثيه وبس، لا انا اشتغلت بيه فعلا في شغل حقيقي. ده كان مشروع ده مع شيبا جروب، دكتور احمد شيبا، ومع شركه كونسيليوم، ودي مكتب استشاري. كنت انا داخله كو ديزاينر، هم كانوا بيشتغلوا في الديزاينز الرئيسيه وانا كنت بعمل اناليسز، ودخلت بقى بدور اللي هو الكو ديزاينر او الانفايرمنتال اناليسز. هي تقريبا كده. المهم فهنا بداوا هم يحطوا الافكار التصميميه، وانا كنت طبعا من الاول بدات ان انا اعمل الدراسه بتاعت المناخ. وهم كانوا الهدف من الموضوع ده ان هم كانوا عايزين يبنوا مبنى في الغردقة، والمبنى ده عايز ياخد بتاعة الأثر البيئي، موافقة من الأثر البيئي او حاجة زي كده، فكنا المفروض نعمل تقليل الأثر البيئي. فدي من ضمن الحاجات كتير في الدراسة بتاعة الأثر البيئي تتعمل، كانت من ضمنها الدراسة البيئية بتاعة المبنى، وان انا اوفر طاقة في المبنى ده. فعملنا الموضوع من الاول، وبدات ان انا اشوف درجات الحراره والرطوبه وسرعه الهواء والاشعاع الشمسي وكل المعلومات اللي هي بتاعت المناخ. وبعدين بدانا نطلع ببعض المعايير التصميميه اللي خدوا بالكم المفروض نعمل كذا والمفروض نراعي كذا. وعشان هم كانوا بداوا يحطوا كونسبت، بدات ان انا اخد الكونسبت دي واعمل لها ستادي على المايكرو كلايمت بقى اللي احنا قلنا عليها، المايكرو كلايمت ستادي، عشان اشوف الدنيا جوه المبنى عامله ازاي، والإشعاع الشمسي مع الشيدنج ديفايسز اللي هم عاملينها. لو تلاحظوا هنا في أسلحة طالعة وكده، طيب الشيدنج ديفايسز دي افكتيف ولا هي معمولة شكله بس، ولا أثرت لي في إن أنا أقلل درجات الحرارة وأعمل تظليل للواجهة على نفسها ولا لأ؟ طيب ده كله عمل لي إيه في استهلاك الطاقة جوه المبنى؟ هل في طاقة مستهلكة في التبريد؟ هل في طاقة مستهلكة في التدفئة؟ طب قد إيه كبيرة محتاجة أقللها؟ وهكذا. وكنا بنعدل في الكتله وفي التصميم اول باول، بحيث ان انا اوصل للحل الاوبتيمم بالنسبه لي، ان انا ابقى عامله مبنى مريح حراريا وفي نفس الوقت بيقلل استهلاك الطاقه. في الحاجات اللي على الشمال دي درجات الحراره جوه المبنى في بعض المراحل من المراحل التصميميه. كان برضو من ضمن المشاكل كان في معدل التهويه قليل في بعض الوجهات، في بعض الفراغات، لانها ما كانتش على الواجهه البحريه. فاضطرينا ان احنا برضو بالتكامل مع فريق التصميم ان احنا نعمل زي ملاقف كده، او نستغل الاسلحه اللي كانت مرتفعه عن المبنى في ان هي تبقى مش مجرد سلاح، لا ده هو عباره عن زي ضغط كده او ملقف بيدخل لي هواء عشان اوصل الهواء لبعض الفراغات اللي ما كانش بيوصلها الهواء عن طريق الواجهات البحريه، او الواجهه اللي جايه لي منها الرياح السائده. السلايد اللي بعد كده دي كانت النتيجه بتاعت الفاينل برودكت بقى، ان احنا بعد ما عملنا كل الموضوع ده واشتغلنا كتيم متكافئ مع بعض، او يعني بنشتغل سوا يعني بنكمل بعض زي ما بيقولوا، وصلنا في الاخر ان احنا قللنا درجات الحراره الداخليه في الصيف من 31، كانت 31 و4 الى 34، بقت 22 ل 25.
وفي الشتاء كانت من 18 ل 22، لا سوري، في الشتاء بدأت تبقى من 18 ل 22، والكود بيقول ان درجة الحرارة المريح حراريا من 18 ل 25. فانا كده في بالنسبة للشتاء وبالنسبة للصيف انا حققت معايير الراحة الحرارية، وبالتالي قدرت ان انا اقلل استهلاك الطاقة اللي هي مستهلكة في التبريد وفي التدفئة. هو كده احنا تقريبا خلصنا التعريف بالليدي باج والهاني بي وبالبروسيس بتاعة التصميم البيئي. فلو في اي سؤال او في حاجة يعني سهوا سقطت مني، اتمنى ان انتوا تتفضلوا يعني تقولوها لي وكده. جزاكم الله كل خير، بس انا حاسس ان الموضوع كبير، فهل في امكانيه ان حضرات مثلا او حضرتك مثلا بتقدمي محاضرات في حاجه زي كده لو حد حابب ان هو يتوسع في الموضوع؟ هو طبعا احنا بنقدم ورك شوبس في موضوع التصميم البيئي الحاسوبي ده، بس هو عشان لازم الاول اكون عارف راينو. احنا قلنا ان الليدي باج والهاني بي بيشتغلوا مع بقيه البرامج هات وخد، يعني بدخل امبورت وبعمل اكسبورت، بس الامبورت هنا بيبقى عن طريق الراينو. الراينو زيه زي اي برنامج، ممكن يبقى فيه بعض المشاكل اللي بتواجهني لما بعمل امبورت من اي برنامج تاني للراينو. فاحنا بنفضل ان الشخص اللي هيشتغل انرجي موديلنج باستخدام الليدي باج والهوني بي ان هو يبني الموديل من الاول على الراينو. فاحنا بندي كورس الراينو ككورس منفصل او متصل بكورس الانفايرمنتال ديزاين، بس لو انا بعرف اشتغل راينو دي حاجه كويسه. فاحنا بندي ورك شوب بتعلمك الاول براينو اساسيات، وبعدين بندخل على السايت اناليسز، وبعدين بعد ما بنتعلم السايت اناليسز بندخل على الانرجي موديلنج. وان شاء الله الشهر اللي جاي في كورس راينو منفصل ما فيهوش انفايرمنتال ديزاين، وفي كورس انفايرمنتال ديزاين هيبقى موجود من يوم 10/3 تقريبا. فممكن الناس اللي مهتمة تسجل النهاردة مع باشمهندس عمر، بحيث ان شاء الله يعني يبقى ليكوا خصم حوالي 10% كشكرا ليكوا، بس ان انتوا حضرتوا النهاردة في الظروف الوحشة دي. فان شاء الله اي حد مهتم ان هو يحضر ورشة الانفايرمنتال ديزاين دي خصم 10%، بس يسجل ان شاء الله النهارده ان هو مهتم بالورشه دي ان شاء الله، واحنا هنتواصل معاه لما نعمل اعلان عن الورشه يعني. ممتاز فبس جدا، ان شاء الله هنحضر باذن الله. ان شاء وفي الله. بس اسئله لو حضرتك تسمحي لنا. اتفضل. باشمهندسه دعاء بتسال دكتوره من فضلك، اذا حد حابب يتعمق في الدراسه البيئيه تنصح نبدا بايه غير ان برنامج الراينو المفروض الواحد ياخد كورسات ايه؟ غير برنامج الراينو تاخد كورس ايه؟ يعني خلاص الراينو الناس متفق عليه، لو في حاجه تانيه ممكن الناس تاخدها تعلمها. واحنا زي ما قلنا لو انا حددت دلوقتي ان انا خلاص هستخدم الليدي باج والهاني بي كانفايرمنتال تول، يبقى انا لازم اتعلم الراينو، علشان يعني الوقت اللي انا هضيعه في ان احل المشاكل اللي انا مثلا جايبه بيها الكتله من على الماكس، يبقى انا ابني الكتله على الراينو من الاول احسن. خاصه ان انا في الليدي باج والهاني بي مش بحتاج تفاصيل فظيعه، انا بعمل كونسبتشوال موديل حاجه كده بسيطه سيرفيسز كلها، بحيث ان انا ما اعملش مشاكل لنفسي وانا بشتغل السيميليشن بعد كده. فبس عشان اتلافى المشاكل اللي هتحصل لي لما بجيب الموديل من اي برنامج تاني، ببني الموديل بتاعي في الراينو على طول. فيفضل ان انا على الاقل يكون عندي اساسيات راينو، غير كده اي برنامج خارجي انا مش محتاجه اتعلمه. لو انا قررت ان انا هاخد الليدي باج ايه والهاني بي، يبقى هو الانفايرمنتال تول اللي انا هستخدمه، يعني مش لازم اعرف اي حاجه كسوفت ويرز تانيه يعني. انما بقى كتصميم بيئي لو انا عايزه اتعمق في الموضوع، برجع بقى لكورس التحكم البيئي اللي انا اخدته في الكليه. كورس التحكم البيئي في مصر للاسف مختلف في كل جامعه عن التانيه، فممكن ارجع للكتب بتاعه التصميم البيئي. ولو عايزين برضو ممكن اشير معاكم بعض الكتب اللي هي بتفهمنا اكتر يعني ايه تصميم بيئي، وايه الفنتليشن، ايه القوانين بتاعه الفنتليشن، يعني ايه في بعض المفاهيم زي مثلا الكتله الحراريه، يعني ايه التوجيه مثلا، المفروض ان انا راعي ايه في التوجيه. الحاجات اللي هي الاساسيات قوي دي هتلاقينا كلنا مرت علينا في الكليه، بس لو عايزين نتعمق فيها اكتر هنلاقي بقى في كتب جميله جدا ممكن اشير معاكم، عندي على الدرايف يعني ممكن اشيرها معاكم بعد ما نخلص يعني ان شاء الله.
تمام يا دكتورة. في سؤال بسمة بتسأل ايه البرامج اللي ممكن تعمل فنتليشن سيموليشن لمبنى بحيث اغير شكل فتحاته واشوف تأثير ده على الاندور اير كواليتي. احنا كنا قلنا ان الليدي باك تولز هي عباره عن تولز كتيره، من ضمنها حاجه اسمها الباتر فلاي. الباتر فلاي ده عامل زي الليدي باج والهاني بي كده، بس هو بلوجن او اد اون منفصل. الباتر فلاي ده ممكن استخدمه في دراسه التهويه، بس لو انا مش حابب اشتغل مع الراين والجراس هوبر والباتر فلاي ان انا هتعلمه من جديد، لان للاسف الهاني بي مش بيعمل دراسه للتهويه، هو بيطلع لي بس معلومتين خاصين بالتهويه جوه المبنى، اللي هي معدل التهويه ودرجة حرارة الهواء جوه الفراغات. لو المعلومتين دول كفاية بالنسبة لي وأنا مش عايز أعرف الهواء دخل من الشباك مشي إزاي في الفراغ ده أو اتوزع إزاي جوه الفراغ، اللي هو الإير فلو، الدراسة بتاعت الإير فلو، لو أنا مش محتاجها ومحتاج بس أعرف كمية الهواء ودرجة حرارة الهواء، فالهاني دي كفاية. لو أنا عايز أعرف بقى الهواء دخل من الشباك وتوزع إزاي جوه الفراغ وخرج من الباب راح فين، اللي هو الدراسة بتاعت الإير فلو، بستخدم برامج تانية. في برنامج من اوتوديسك اسمه سي اف دي، في برنامج اللي هو الباتر فلاي من مع الجراس هوبر، وفي برنامج تالت مش متذكره اسمه، اسمه أنسيس. فلو ديزاين، اسمه فلو ديزاين تقريبا او حاجه فلو، هتاكد من اسمه برضو واشيره معاكم في الكومنتات بتاعت اللايف ان شاء الله يعني. تمام. انما غير كده بصراحه انا يعني اكيد في برامج تانية، بس انا دول اكتر حاجه بسمع عنها يعني. تمام. طيب في حد بيسأل المحاضره مسجله؟ لا مسجله وموجوده على الصفحه بتاعت او ام، هحط لكم الرابط بتاعها حالا، وحطيت رابط الحضور بحيث لو حد حابب ان احنا نتواصل معاه هنبعت له التفاصيل بتاعت الكورسات باذن الله. وباشمهندس اي حابب اسجل في الورشه ان شاء الله هحط الرابط بتاع الصفحه بتاعت الدكتوره، بحيث لو حد حابب يتابع سواء مهندس سواء مهتم احضر الورشه. تشرفين. اي ايه البرامج اللي ممكن نعمل فلتريشن سيموليشن؟ طيب لو واحد عارف يشتغل كويس على برامج التصميم البي اي، ما هي التسعيره المناسبه لحساب تكلفه التصميم؟ لا موضوع التسعيرة دي مش يعني ايه، انا معرفش اقولها بصراحة يعني. يعني هي بتبقى ريليتد لحاجات كتير، انت داخل تعمل ايه، ايه دورك في الـ في الـ في التصميم، انت ساعتك بكام، يعني انت خبرتك قد ايه برضه. يعني مثلا ممكن اكون انا لسه حديث التخرج، فاكيد ساعتي وخبرتي بتقدر طبعا احنا ما ينفعش نقول ان احنا بنقدر نفسنا بفلوس او مجهوداتنا بفلوس، بس هو يمكن وقتنا وخبرتنا هي دي اللي بتحدد انا المفروض اطلب قد ايه، وبرده دورنا في المشروع. فهي الفكرة في كده، ان انا بحسبها بصراحة بساعتي سعرها كام، وانا داخل اعمل ايه، والموضوع ده هياخد مني كام ساعة، والتاسك اللي انا هعملها هل هي تاسك واحده، ولا يعني مثلا هخش اعمل انفايرمنتال سايت اناليسز وادي لهم تقرير بالحاجات اللي المفروض يعملوها واخرج، ولا انا هكمل معاهم المشروع وهعمل انرجي سيميليشن وهبقى كو ديزاينر معاهم في البروجكت لغايه لما يسلموا الفاينل برودكت، ولا هم عايزين ياخدوا مثلا شهاده ليد. فانا في برضو في الهاني بي اوبشن ان انا بتست بعض معايير، بعض مش كل، بعد معايير الليد في المشروع، فمثلا هفضل معاهم لغايه لما نخلص الموضوع في الاخر. برضو معرفتك بمعايير الليد دي حاجه يعني ايه بتضيف لك وبتعلي برضو من الفلوس اللي ممكن تطلبها. فانا ما اقدرش اقول للاسف سعر معين، الموضوع ده بيبقى في الاخر تقدير كل واحد لشغله وخبرته والحاجات دي. طيب باشمهندسة أمال بتسأل، ما فيش غير تسأل ولا إيه؟ بالنسبة لبرنامج الريفت، مدى كفاءته في حساب الكفاءة الحرارية للمبنى؟ بص يعني هي الريفت انا يعني للامانه العلميه انا ما اشتغلتش بيه بايدي، يعني انا كنت تطرقت له في بدايه ما كنت بتعلم البرامج، وعارفه اللي هو اسمه 360، الاستوديو 360 او حاجه زي كده. بس في ناس كتير من الناس اللي بتيجي تاخد معانا الكورسات بتشتكي من ان هم ما بيقدروش يعملوا كل حاجه بالريفت. وحتى كمان دلوقتي عملوا الداينامو، والداينامو ده ممكن يشتغل مع الليدي باج والهوني بي، فممكن عن طريق معرفتك بيه الداينامو تشتغلي ريفت
انفايرمنتال مع برضو الليدي باج والهاني بي. وممكن يعني لو انت مثلا عامله الكتله على الريفت، في دلوقتي تولز او بلجنز ممكن تنقلك من الريفت للجراس هوبر، بس ان الريفت انفايرمنتال لوحده انا صراحه ما اشتغلتش بيه بايدي، بس بسمع الناس اللي بتشتكي منه كتير، عشان طيب برضو انا مش جايه اقول ان البرامج التانية وحشه. انا ده البرنامج ده اللي انا اخدت فيه خبره وارتحت للشغل بيه، ولقيته ان هو مريح بالنسبه لي، بيعمل لي كل الحاجات اللي انا محتاجها كمصمم بيئي، فكان بالنسبه لي يعني ايه كويس جدا. وكمان من ضمن مميزات معرفتي بالليدي باج والهاني بي ان هي فتحت لي شغل بره مصر، اللي هي الانترناشونال سمر سكول الجوريتم مع دكتور مصطفى ربيع، ففتحت لي شغل بره مصر، زائد ان انا لما باجي اشوف اي منحه فيها تصميم بيئي بيطلبوا كده بالاسم، ان لو انت بتعرف ليدي باج تولز دي حاجه كويسه جدا، او من ضمن الحاجات المحببه لو انت بتعرفها. فبرضو المنح لو حد بيتارجت مثلا ماجستير او دكتوراه بره مصر، وفي بعض لو انت بتتارجت شغل بره مصر برضو في بعض البوزيشنز اللي بتطلب لو انت بتشتغل انفايرمنتال ديزاين بالليدي باج والهوني بي، فدي حاجه برضو احنا محتاجينها. ما بيبقوش لازمينك ان انت تكون عارف ده، لكن حاجه اوبشنال وحاجه كويسه لو انت تكون بتعرفها. يعني ده برضو في حدود خبرتي الصغيره في الموضوع. يعني في سؤال، هل في طريقة نقدر نلاقي بيها البيانات المناخية للمناطق اللي في مصر أو في البلاد الأفريقية؟ هو الويذر فايل ده لو ما لقيناهوش على الانرجي بلس، بقدر ان انا اطلعه من جوه الليدي باج وانا شغاله عن طريق بروسيس معين، ببتدي اعمل داونلود للويذر فايل، بيبقى فيه زي خريطه كده، والخريطه دي عليها المدن اللي موجود ليها ويذر فايلز. لو مش موجوده هنا ومش موجوده هنا للاسف، في مواقع ممكن اشتري من عليها الويذر فايل، ممكن برضو اشير معاكم في الكومنتس على يعني لينك من لينكات السايتس دي، ممكن تكون مفيدة لبعضكم. يعني تمام. في حد بيسأل على الديزاين بيلدر، ايه رأي حضرتك فيه؟ الديزاين بيلدر برضو من ضمن الحاجات اللي انا عديت عليها، بس هو انا ما اشتغلتش بيه بايدي، فالحاجة اللي انا ما اشتغلتش فيها بايدي ما اقدرش اقول عليها حلوة ولا وحشة، بس اراء الناس اللي بتيجي تتعلم ليدي باج وهاني بي. هو اولا انا ليه ما اشتغلتش ديزاين بيلدر، بالرغم ان انا ده كان اول برنامج انا تعرضت ليه، يعني ان انا كنت بدرس مبنى واجهته متحركه، والديزاين بيلدر بيتعامل اكتر مع المباني الاستاتيكس. الديزاين بيلدر بفلوس وملوش اي طريقه غير ان انت تنزله لمده 30 يوم تشتغل وتخلص الدراسه بتاعتك في 30 يوم وهو مفتوح، علشان خاطر بعد ال 30 يوم دول هتضطر ان انت تغير ويندوز لو انت باحث او كده، او بتعمل دراسه معينه في بتتعلم حاجه او كده، يعني هتضطر ان انت تقعد تغير ويندوز كل شويه عشان تاخده ببلاش. مش عارفه دلوقتي اذا كانوا عملوا حاجه اوبشن للطلاب ولا لا، بس دول كانوا اكبر مشكلتين مخليني انا كمنى مش عايزه اتعامل مع البرنامج ده، ان هو بيتعامل مع المباني الاستاتيك مش المتحركه، تاني حاجة ان هو كان بفلوس وكل شوية بيقفل وبيعمل لي مشاكل. بقية الناس بقى بتقول يعني ان هو في بعض الحاجات اللي ما بيعملهاش، وفي حاجات تانية بيعملها زي الدراسة بتاعت التهوية مثلا، هو بيعملها مش موجودة في الهوني بي، فهتلاقي مميزات وعيوب. فانا بنصح ان عشان بس ما نقولش ان ده وحش في المطلق، مفيش حاجة وحشة في المطلق، مفيش حاجة حلوة في المطلق، احنا نقرأ عن كل برنامج ونشوف ايه الانبوتس اللي بيحتاجها، وهل الانبوتس دي متوفره ولا لا، ايه الاوتبوتس اللي بيطلعها، وهل هي الاوتبوتس دي اللي انا محتاجها ولا لا، شكل الاوتبوتس ايه. لو انا مثلا شفت اسمه ايه ده اي ابحاث علميه منشوره مستخدمه نفس البرنامج، ايه الاوتبوتس اللي الراجل طلعها في البحث بتاعه، هل الاوتبوتس دي مرضيه بالنسبه لي، هل ده اللي انا عايزه اعمله ولا لا، وبالتالي بقرر على اساسه التول اللي انا هستخدمها، زائد الحاجات اللي احنا قلناها بقى، ان هو يكون سهل الاستخدام، موفر للوقت والفلوس، يكون بيتعامل مع بقيه البرامج هات وخد، ان هو يكون فاليديت وماخوذ بيه في البحث العلمي، ان الانبوتس تكون متوفره، ان الاوتبوتس تكون مقروءه، وهكذا. وفي الاخر انا بترجع لراحتي النفسيه،
زي الماكس كده والراينو او الماكس والريفت، في ناس بترتاح تشتغل بالماكس وفي ناس بترتاح تشتغل بالريفت، او يعني على حسب برضو عامل الراحه النفسيه ده مهم بالنسبه لنا جدا يعني. فنقرا عن كل برنامج كويس وبعد كده ناخد قرار انا هروح للبرنامج ده. وكمان زمان ساعات يعني ما انا بدات ان انا اشتغل بالراينو بالليدي باك تولز، ما كانش لسه في ناس بتشرح زي دلوقتي، في دلوقتي اكتر من حد بيشرح بارامتريك وراينو وبيدي كورسات وحاجات زي كده. فبرضو ايه المتوفر؟ هلاقي حد لو انا وقعت في البرنامج ده هلاقي حد يعلمني؟ طب مين الشخص ده؟ في ديزاين بيلدر، مين بيدي كورسات ديزاين بيلدر لو انا قررت ان انا هاخد ديزاين بيلدر؟ طب هل ليه توتوريالز مثلا معينه ممكن انطلق لوحدي مش لازم اخد كورس مثلا؟ وهكذا في بقيه البرامج. لو انا وقعت في البرنامج ده وحصل لي دروب، مين هيلحقني؟ مين الشخص المتوفر في الكوميونتي اللي حواليا؟ فبرضو احط نفسي في الكوميونتي بتاع البرنامج اللي الشخص اللي انت اخترته. بس يعني مش كفايه بس ان انت تختار البرنامج وتقول ان انا مرتاح للبرنامج ده، لا ده كمان مين الكوميونتي اللي هيديني السبورت لو وقعت. ودي برضو من ضمن مميزات الليدي باج والهوني بي، ان في كوميونتي قوي جدا بيدعمك، في توتوريالز ممكن تستخدمها. الكوميونتي ده بره مصر الناس الديفلوبرز عاملين فورم ممكن تخش عليه تستفيد من خبراتهم. الناس دول ممكن يكونوا ناس ديفلوبرز نفسهم بيردوا عليك لو انت حصل لك مشكله، زائد الناس اللي هم زينا كده اتعلموا عندهم خبره شويه ممكن يردوا على اسئلتك. ممكن تلاقي مشاكل قابلت ناس قبلك فالمشكله دي مقابلاك دلوقتي، فتقدر ان انت من خلال خبرتهم في حل المشكله دي او ردودهم تعرف ان انت تحل مشكلتك. وهنا في مصر الحمد لله يعني احنا عندنا كوميونيتي صغنن كده عملناه عندنا في شركه او ام، ان احنا دلوقتي بقى عندنا ناس ممكن تساعدك بس مش هتعمل لك حاجه بايدها، يعني ممكن تعلمك ازاي تعمل كذا، ممكن نفولو اب معاك مثلا، ممكن تقول لنا نعمل لك كونسلتيشن انه مثلا انت شغال على رساله بحث معين او حاجه زي كده. فممكن ان احنا مثلا ايه نقول لك لا ده مثلا المشكله دي كان سببها كذا، انت المفروض تعمل كذا او كده. فدي برضو من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها. معلش شطحت شويه بس عن موضوع السؤال، بس اتمنى اكون جاوبت عليه بشكل كويس يعني. جزاكم الله كل خير. في باشمهندس احمد محاضره مفيده، شكرا لحضرتك على المجهود. باشمهندس محمد علي محاضره قيمه. وفي سؤال باشمهندس هبه، كم المده التي يمكن ان يتقن فيها الشخص اداه زي الهاني بي والليدي باج؟ المده والله بتعتمد على الشخص نفسه. انا عايز يعني انا عايزه اقول لكم ان في ناس بتيجي تاخد الكورس معايا اكتر من مره. ليه بقى؟ لانه سابه ونسيه وبيقول لك يوز ات اور لوز ات، يعني دي قاعده حتى في تعليم اللغه او تعليم اي برنامج، استخدمها او هتفقدها. فعلى حسب انا مدياله قد ايه من وقتي، على حسب انا بطبق بيه ولا لا، على حسب انا ممكن اعرف التول واسيبها واركنها وبعدين لما اجي احتاجها مثلا بعد كام اسبوع الاقيني نسيت الحاجه بالرغم ان انا كنت شاطر جدا فيها. ايا كانت ايه هي، الانجليزي لو احنا سبناه شويه بنلاقي نفسنا بنتلخبط واحنا بنتكلم. فده شيء طبيعي ان انا لازم ان انا ممكن اتقنها في اسبوع، ممكن اتقنها في شهر، ممكن اتقنها في سنه، على حسب انا مديله قد ايه من وقتي وعلى حسب انا حطاه في دماغي بنسبه قد ايه ان انا لازم اعرف الموضوع ده. يعني ممكن تجربتي انا في الموضوع، الاول انا اتعلمته مثلا في شهر، مثلا كان لازم ان انا في شهر احل مشكله الماجستير بتاعي، فبدات ان انا احط بقى كل حاجه قدامي واركز بس ان انا اتعلم الموضوع ده بيحصل ازاي، وسالت ناس ورحت وجيت وحاجات زي كده لغايه لما الموضوع بدا يمشي معايا. وزي ما قلت لكم جات لي فرصه ان انا اسافر في الجوريتم انترناشونال سمر سكول، فقابلت الديفلوبرز نفسهم بدات اناقش معاهم واخدت تيبس منهم قيمه جدا. فبس الموضوع اضاف لي شويه لغايه لما الحمد لله حليت مشكله الماجستير، وبدات بقى ايه شهر كمان احاول بقى اشوف الحاجات اللي كانت عندي فيها مشاكل وما كانش عندي وقت بدات اركز عليها اكتر. فممكن مثلا شهرين او اقل من شهرين كمان بتركيز نحط دماغنا في الموضوع نلاقي نفسنا اخذنا فيه شوط كبير او عملنا فيه مجهود كويس ان احنا فهمنا الدنيا يعني. جزاكم الله خير يا باشمهندسه.
لو سمحتي لي بس، انا برضو عندي في برامج حضرتك علمتها، وفي برامج لان انا ما بحتكاش في الشغل، ما بحتكش بيها، بنساها. ممكن اخد فيها 3 4 كورسات زي 3 دي ماكس، خدت فيه كذا تمام. كورس وكل مره بقى كويس وطلع شغل كويس، بس ما بطبقش لان ما بحتاجهاش في شغلي، فبنساها، بضطر ان انا ادرسها تاني وتالت، ومحتاجه الموضوع ممارسه. لو واحد خد مش خطوات كويسه، ان هو مثلا يحضر مع مدرب محترف على اساس يوفر الوقت ان هو يمارس الحاجه دي ويطبق في البيت، هيطلع شغل كويس ان شاء الله. تمام، هو هي دي الفكرة، انه الممارسة. وحتى لو انا ما بستخدمش الموضوع في شغلي، لا ادخله في شغلي بقى. يعني مثلا دلوقتي شركات كتير في مصر اللي ما بتستخدمش الراينو، بتستخدم الماكس. طيب لو انا هشتغل حاجة انفايرمنتال، او مش يعني انا المفروض اصلا ادخل الفكر ده في الشغل بتاعي، ان انا بقول لهم يا جماعة على فكرة في كذا، لا احنا بنعمل كذا بالطريقة الفلانية. لازم يكون يعني اعلي الوعي البيئي عند العملاء اللي انا بتعامل معاهم، او مع زمايلي في الشغل، او مع زمايلي في الكليه. فانا يعني احاول ان انا استخدم البرنامج على قد ما اقدر، حتى لو مش متوفر ان انا استخدمه بشكل مباشر في شغل مباشر، لا احاول اشوف حاجه مسابقه اطلع فيها طاقه التصميم بتاعتي، او الحاجه اللي انا عايز اعملها او حابب اعملها. وطبعا لغايه لما الفكر بقى العام في الدنيا كلها يتغير، ويبقى كل الناس بتعمل تصميمات بيئيه، فهنلاقي ان الدنيا ايه مشيت معانا اكتر. كمان الموضوع اللادي باج والهوني بي في تطور على طول، فهتلاقيه دايما بينتجريت اكتر مع برامج تانية. يعني مثلا الريفت، فيه سمعت عن بلوجن اسمه راينو انسايد تقريبا، او حاجه زي، او راينو انسايد تقريبا، ده بيجيب الحاجات من الريفت يدخلها على الراينو. فده لو انا متعود اشتغل بالريفت ومش عايز اتعلم راينو كبرنامج، ممكن اتعلم ليدي باج وهاني بي واجيب من الريفت للراينو عن طريق البلوجن ده، وبعدين اشتغل ليدي باج وهاني بي. وللعلم انا لما بدات في ليدي باج والهاني بي اتقنت الليدي باج والهاني بي من قبل ما اتقن الشغل على الراينو، لان زي ما قلت لكم ان احنا بنشتغل على سيرفيسز وعلى conceptual design، حاجات بسيطة جدا. فكنت لازم يبقى عندي أساسيات بس، مش لازم أكون خبيرة في الراينو والجراس هوبر. بس طبعا الراينو والجراس هوبر عالم تاني وإمكانيات تانية، فأنا لو تعمقت فيهم ممكن أطلع ديزاينز مختلفة تماما، وحاجات يعني في وقت ومجهود قليل جدا ممكن أطلع فكرة تصميمية عظيمة جدا وانفايرمنتال ومعموله بقى بارامتريك وحاجات اللي احنا بنشوفها للمصممين العالميين دول. انا ممكن اطلعها يعني اللي هو كده في نص ساعه، بس لو انا فاهم يعني ايه بارامتريك ديزاين كويس، ومثلا بصمم ريليتد لعامل مثلا زي العامل البيئي، فبقدر ان انا اعمل انتجريشن ما بينهم وهكذا. فنحاول نبراكتس بقى في شغلنا، في دراستنا، في ابحاثنا، نخش مسابقة. كل ما أنا استخدمت البرنامج، وكل ما هعرف خباياه، كل ما هعرف هو بينتجريت مع برامج إيه تانية، كل ما الدنيا هتوضح بالنسبة لي. وطبعا لازم أتابع إيه اللي بيحصل، لأن في أبديتس بتحصل كل شوية، فإيه الأبديتس اللي بتحصل، عشان برضو ده بيساعدني على إني أتطور. كل ما البرامج اللي أنا بستخدمها بتتطور، أنا كمان بطور من إمكانياتي معاها. دي سؤال، هو ايه مجال الشغل فيها، وهل بس الشركات الكبيرة اللي بتطبقها والمعماريين ممكن يشتغلوا فيها اكتر، ولا المدني؟ هو الراينو والجراس هوبر في بلوجنز ممكن بتوع مدني يشتغلوا بيها. ممكن مثلا ان انا ادرس الاستراكشر بتاع المبنى او حاجات زي كده. والله لو حضرتك مهندس مدني وعندك خبرة كويس في الانفايرومنتال ديزاين مثلا، فتشرفنا، ما فيش مشكلة خالص يعني. بس اهم حاجة ان يكون عندك الاساسيات بتاعة التصميم البيئي، علشان خاطر ايه، تبقى مستوعب الدنيا بتبقى ماشية ازاي باستخدام التولز دي. في مجال للشغل في مصر تصميم بيئي؟ في مجال، في ناس زي اللي انا اشتغلت معاهم، شيبا جروب وكونسيليوم. يعني اصلا دكتور احمد شيبا هو دكتور متخصص برضو في التصميم التخطيط البيئي، فبيشتغل بالفكر ده، زائد برضو المكاتب الكبيرة زي دار الهندسة، زي الاي سي جي، برضو بيشتغلوا بالفكر ده. فأعتقد برضو ان كل المكاتب الكبيرة او الشركات الكبيرة بدأت تدخل الانفيرومنتال ديزاين في الموضوع يعني. فيبقى حظك كويس لو اشتغلت في شركة من دول، وفي نفس الوقت اشتغلت في الحاجة اللي انت بتحبها.
غير كده ممكن لو بنعمل بحث علمي ممكن ابتدي اشتغل على حاجه انفايرمنتال، ده بقى سهل جدا اليومين دول، بقى سهل ان احنا نشتغل عليه يعني لان المعلومات بقت متاحه اكتر. لو في مسابقات معماريه بقت من ضمن اشتراطاتها ان انت تكون بتحقق المعيار البيئي او بتوفر استهلاك طاقه او كده. في كارم سولار برضو بيعملوا حاجات عظيمه انفايرمنتال، في هاند اوفر بيعملوا حاجات انفايرمنتال، ففي كذا كذا حد في مصر بدأ يشتغل انفايرمنتال ومن فتره يعني. تمام يا دكتورة، بالتالي لازم التعاون بين كل الأقسام، يعني بين المعماري والإنشائي والميكانيكا والكهرباء، كل واحد يعمل في الجزء بتاعه أفضل تصميم ممكن من ناحية الحفاظ على البيئة ومن ناحية إن المبنى يكون صديق للبيئة. بالظبط، هو برضو ده من ضمن الرد على الباشمهندس المدني، هو برضو ان احنا واحنا بنصمم انا كمعماري ما بصممش لوحدي، انا ببقى باخد رأي كل الناس، لان في حاجات مثلا زي كمية الاشعاع الشمسي او كمية الطاقة المستهلكة انا كمعماري ممكن عقلي ما يستوعبهاش، هل كمية الطاقة المستهلكة دي كبيرة ولا صغيرة؟ انا بالنسبة للبرنامج بطلع قيمة، القيمة دي بتبقى أقل من القيمة اللي قبلها لما كانت الماتيريال اللي أنا استخدمتها مثلا مش مقاومة كويس للحرارة، يعني مثلا لو جيت استخدمت المبنى الخارجي الواجهة الخارجية طوب وبعدين غيرت بقت حجر، فبيطلع لي استهلاك الطاقة لما كان المبنى طوب غير استهلاك الطاقة لما المبنى حجر، بس أنا مش عارفة استهلاك الطاقة ده قليل ولا كتير، فطبعا لازم ارجع للقسم بتاع الالكتروميكانيكال عندي في الشغل او لحد متخصص في الالكتروميكانيكال عشان يقول لي القيمه دي كويسه ولا احنا محتاجين نقللها اكتر. الاستراكشر برضو انا ممكن افكر في فكره تصميميه هايله معماريا لكن ما تتنفذش عشان انا ما يعني ما راجعتش المهندس المدني او الانشائي، فلازم برضو ان انا بقى انتجريت ما بيني وما بين الاقسام التانيه، برضو مهندس الكهرباء كميه الاضاءه اللي انا وزعتها دي هل هي كويسه بتستهلك طاقه قد ايه، محتاج ان انا اقلل الطاقه الكهربيه شويه واعلي الطاقه الطبيعيه الاضاءه الطبيعيه ولا لا، فطبعا لازم يحصل انتجريشن ما بيني وما بين بقيه التخصصات، والا كده انا مش بحقق نجاح، يعني مش المهم ان انا اعمل نجاح معماري فظيع وواجهه شكلها حلو وبيئيا انا راضيه عنها، لكن ممكن تكون الأرقام اللي أنا مطلعاها نتيجة قلة خبرتي ونتيجة إن أنا ما رجعتهاش مع بعض التخصصات فتطلع غلط، يعني أنا بقى عملت كل اللي عليا وفي الآخر تطلع القيم أو الحاجات فيها بعض الأخطاء، ودي بتبقى برضو حاجات بتتاخد بالخبرة يعني. تمام فندم، في سؤال بيسأل الكورسات المعلن عنها والتي يمكن الانضمام لها هل ستكون أونلاين ولا بالحضور؟ لا دلوقتي احنا للاسف يعني موقفين موضوع الحضور ده خالص، فبندي كل كورساتنا اونلاين، فان شاء الله كل الكورسات اللي من ساعه الكورونا ما بدات لغايه دلوقتي شغاله اونلاين. تمام، هي فرصة كويسة عشان الناس اللي بره المنطقة يقدروا يحضروا. يا ريت طبعا يشرفونا. وفي سؤال بيسأل بيقول عايزين وسيلة تواصل، احنا حطينا الصفحة فممكن حضرتك تتواصل مع الصفحة دايركت. في برضه سؤال هل ممكن احضر الورشة؟ انا معمارية كنت بذاكر ليد، هل ممكن احضر الورشة ولا لازم اذاكر حاجة الاول مساعدة؟ لا بالعكس، يعني كونها ان هي بتذاكر ليد اصلا فهي يعني فهي فاهمه في الموضوع، وكمان احنا الكورسات بتاعتنا مش بنقول بس ان احنا بنستخدم البرنامج ازاي، لا احنا بنقول بعض البيزكس، حاجات بيزكس، لان زي ما قلت ان مش كلنا درسنا نفس عندنا نفس الخلفيه البيئيه، في كل جامعه والتانيه بيبقى مختلف المواد اللي هما بيدرسوها، فطبعا لازم بنقدم الاول جزء كده اساسيات، واحنا بنتكلم بنربط عشان برضو دي مشكله تانيه ان انا اربط ما بين البرنامج والمخرجات اللي بتطلع منه باساسيات التصميم البيئي والقوانين اللي هي البيئيه نفسها او القوانين اللي موجوده في الكتب، فاحنا دايما بنربط المواضيع ببعضها جوه الكورس، فلو في حاجه واقع منها او مش فاهمها قوي احنا بنقولها جوه البرنامج جوه الوركشوب، مش هدفنا بس ان احنا نقول لك اعمل الامر كذا عشان تطلع بالمنتج كذا، لا احنا بنعلمك البروسيس كلها ماشيه ازاي. تمام، في بعض الكورسات بتبقى مقتصرة على البرامج بس الكورس دوت فيه شرح للنظريات نفسها فده بيكون أفيد بكتير.
بس عشان نكون واضحين، انا مش بشرح تحكم بيئي من الاول لان ده موضوع كبير جدا. احنا بنقول بس الحاجات المفيده بالنسبه لنا ان احنا نعرفها، والحاجات اللي احنا هنحتاج نتعمق فيها بندي زي ريفرنس كده عشان الناس تقرا اكتر فيها. زي مثلا ان انا موضوع التهويه الطبيعيه ده عالم كبير جدا جدا، ومن اصعب الحاجات اللي ممكن اي حد باحث يدرسها في الرساله بتاعته. فطبعا انا ما بقدرش ان انا ادي له كل البيزكس بتاع التهويه الطبيعيه، لكن اقدر ان انا ادي له مفاهيم بسيطه تشغله، وهو لو عايز يتعمق بيروح يتعمق. فبس عشان نكون واضحين ان انا مش بدي تحكم بيئي في اي وركشوب بنديها، لا ممكن نبقى نعمل حاجه زي كده مستقبلا يعني. انما اي ورك شوب ليها علاقه بان انا ازاي بستخدم الليزي باج والهاني بي، بندي فيها اساسيات بس عشان الناس تبقى فاهمه الدنيا، ولو احتاجنا ندي ريفرنس او كده الناس بيبقى معاها كتب وحاجات تتعمق فيها اكتر. تمام. طب في ممكن اسم كتاب من الكتب المفيدة في الموضوع؟ هو انا للاسف مش حافظه اسماء الكتب، بس عندي درايف موجود عليه كل الكتب دي، فهبقى اشيره مع حضرتك او نسيبه لهم في الكومنتس بعد كده. تمام. انا حاطط حاجة اسمها رابط لجروب سيجنال، ممكن لما حد يشارك فيها نحط عليه الكتب بإذن الله. تمام. طيب، والصفحة بتاع حضرتك برضه الرابط بتاعها موجود. طيب، في سؤال باشمهندس اسماء، هل في مبنى كامل تصميم بيئي في مصر واخد شهادة ليد؟ تالي في مباني واخدة ليد بلاتينيوم كمان مش ذهبي، في مباني، انا برضو للاسف حجارة ذاتية. مش حاضرني اسمائهم، بس كان دكتور مؤمن عفيفي مصمم مبنى واخد شهادة الليد، فبس فممكن بقى يعني نحاول نسيرش شوية كده، بس هو في مباني كتير واخدة ليد في مصر. وممكن لو دخل على موقع ليد واختار ايجيبت هيطلع له بالظبط. حاجات كتيرة جدا واخدها. تمام، جزاكم الله كل خير وألف شكر لحضرتك.